الجزائرية وان. مرحبا بكم مشاهدينا. قبل ما نبداو العدد تاع نهار اليوم، حبينا نرجعوا شويه للعدد تاع الاسبوع اللي فات، ومع قصه دنيا اللي في الحقيقه قصتها اثرت بزاف الناس وخلفت تعاطف كبير بزاف من قبل المشاهدين. كميه الرسائل اللي وصلتنا عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا اللي وصلتنا الاتصالات اللي وصلتنا عبر الهاتف كبيره بزاف. وعلى هذيك اليوم حبينا نخرج شوية على المبدأ والكونسيبت تاع البرنامج اللي عادة نعالج ظواهر اجتماعية بشكل عام، لكن اليوم راح نعالج ظاهرة إنسانية بشكل خاص، لأنه قصة دنيا الأثر تاعها كان كبير بزاف. اليوم رانا هنا في بزاف حاجه، بزاف اتصالات وبزاف ناس حوسوا على الرقم تاعك وعلى الحساب تاعك، جاو ناس عاونوك، جاو ناس وقفوا عليك، عيطوا لك في التليفون ولا؟ والله يعني الحمد لله من بعد ما كان سبحان الله العلي العظيم، امنت بربي والقادر والمكتوب، وامنت بكلمه بعد العسر يسر. والله لا ربي سخر لي ناس انا ما كنتش ضالنا كاع يعيطوا في التليفون يدعيوا لي، اللي سقسي محيرين، ولا تقول هما اللي جابوني ماشي يعيطوا مادام رانا هنا، اختي رانا هنا، عطينا السي سي بي تاعك. جاو ناس قصدوني من بلاد لبلاد، جاو ناس من بلاد لبلاد، جابوا لي الفراش، جابوا لي الخباط، جابوا لي واش يلبسوا بناتي. كاين اليوم بعد مسيول هادي جا واحد من البيرة، ما كنتش نأمن واش حط، حتى عاونوني كاع الجيران، عمر كاع الطوموبيل بالخير. اللحم اللي كنت انا ناكله خطره في العام من عند الناس اللي هو في العيد يجيبوا لي الناس حقي، هو جاب لي اللحم، جاب لي الجل، عمره فيتايم الخضره. شو راح ندير عرس نبكي ونقول لك كثر خيرك؟ وزاد عطى لبنتي مصروف، قال لها هاكي روحي للطبيب ولا ديري هاكي شنو يخصك. الحمد لله كثر خيرهم. الحمد لله الشعب الجزائري واي انسان مسلم في هذه الدنيا عيطوني من بلاد لبلاد، من حتى من الالمان، حتى من الالمان عيط لي واحد من الالمان قال لي يا اختي بعتي لي هكا، وانا ما عرفتش كيفاه نبعث له الميساج. ما عيطوا لي حتى من الالمان، عيطوا لي من المغرب، عيطوا لي من وهر الناس كثر خيرهم. ولا تقول لي يا بنتي عيطي لي انا يماك قولي لي ما، حتى اليوم البارح قلت لها بيت الباب مغلوق، عيطت اليوم باش تسقسي، قالت لي خيركم بخير. سبحان الله العظيم، ابتسامه في وجه اخيك صداقه. الحمد لله واحد ما يكتبش. جاو ناس من سيدي موسى، جاو ناس من براقي، جا هذا الانسان مسيول هادي من البيره، الله غالب ما نعرفش اسماوات الاخرين، سينو نذكر اسماءهم، وراح يعني كاين ناس بزاف وسامحوني اللي ما ذكرتش اسماواتهم ما ذكرتهمش، يعني كل الناس اللي عيطوني واتصلوا بيا راكم فرحتوا بنتي، حتى عالجتهم نفسيا كي سقسيتوا عليهم وكي دخلتوا عليهم هذاك الخير. بناتي رجعت لهم الروح، رجعت لهم الناس. بناتي عندي شحال ما شفتش بناتي ضحكوا، ما نضحكوش في الدار هذه، ما كانش الابتسامه في الدار. من هاد الايام ولات بنتي تلعب مع خوتها ويضحكوا وانا نلعب معاهم، هذا واش كنت نحوس بناتي يعيشوا هكا. الحمد لله،
هذا الدار هذا اليدين يشهدوا عليا يوم القيامة. يا أخي كيما رب هذا اليدين يشهدوش في الدنيا، كل سبع ينتقد كلمة. هاد اليدين وعندهم إعاقة بصح، أقسم لك بالله ودوك نبني نكمل الباب اللي درتوه وحدي نكملو دوك قدامكم بالسيما ورمل، دوك نكملو قدامكم بابي معلول نعاود ندور مع فامي. على بالكم بلي ما عنديش طاقة، وعلى بالكم بلي بابي متسكرش ودو دخلو تخرجو نورمال من بعد تقولو تجي وتقولو لي كومون ساسفي. ألو غادي بواكا أقسم 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 غربي هاد لي شوت هادو نجيبهم من برا أنا وبناتي مساكن صغار، نجيبو فيفيلي ونجو جايين ونركبو بالوحدة بالوحدة حتى كملتها الكوزينة. شريت دو متخي دمي تاع الفايون هاداك كارلاج رخيص ركبتو وحدي، هاديك الدرجة وحدي، الحيط هذا وحدي، هذا وحدي، التاقة درتها وحدي. كل خطرة نفكر حاجة، شفتو نتوما وحدة في بلاصة تاقة صغيرة دير بيدون تاع الزيت قطعتو وديرتو باش أمامتهم تدخل لي السمش ما يتغموش وأنا تغلق لي على البرد. أنا خدمت خدمت خدمت، أنا اليوم عييت 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 مورالمون فيزيكمون عييت. هادي خدمة راجل مي معليش، أنا على بناتي نحفر نحبر حشكم حشك دركم أكرمكم الله. شفتو مرا تدخل داخل تحفر لافوس في حشكم الزيك وندخل فيه وسط ونس هذاك هذاك الحشكم اكرمكم الله، هذاك الزيك ونفرغ في سكال في الساشيات ونرمي وانا لداخل فيه وسط الزيك. وكيف تحبوني راني مليحه كتغير ربي لاني بعقلي، انا ندير كلشي وحدي، انا ندير بيت الراحه، انا نخدم وحدي معليش. هذه جمون فو انا ربي نساني في بناتي نساني في الهم، معليش على جال بناتي نخدم كلشي ونسيت التعب اللي تعبته. يا ربي برك ما مانيش عارف على جيت بناتي ندير كلش نحفر نكسر على باليش. خلاص اليوم والله لا عييت، خلاص اليوم ما عرفت لا نخدم نزيد نخدم داري ولا نداوي روحي ولا نداوي بنتي مسكينه اللي عندها 14 عندها سكوليوز عندها مغانق عندها تاني مريضه مرض تاني واحد اخر لازم نديها جينيكولوج من هاد الميكروبات من هاد دخلتي الفيسبوك وقريتي التعليقات وابارمون كاين بزاف تعليقات اللي جول جرحوك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحسبي الله ونعم الوكيل. هذه زوج كلمات أنا هم عطاو لي كنا ماشي مليح وأنا نقولوا ما هذو زوج كلمات ما تحكموش على المنظر ما تحكموش بالك لربما ما فهمتوش. عاودوا شكون عاودوا دخلوا وشوفوا الفيديو وبداوا الحكاية من الأول لآخر يا ناس تحكموش على الناس. يا ما ناس راحوا غلطة براك ويا ما ناس في الحبس مظلومين ويا ما ناس ماتوا راحوا عند رب العالمين غلطة بالصح راحوا للجنة إن شاء الله. غير ربي اللي يحكم علينا يا أنا سبحان الله ماني أنا الأولى ماني أنا الأخرى وإن شاء الله اللي ربي قدر عليها هات المعيشة الله ينصر دينها مع الأخر وإن شاء الله مقامها يكون في الجنة. ما على بالكمش أنتم كاع ما تقدروش نحكموا على بعضنا أنا نحترم قرارهم. ايه صح علاش نبان التلفزيون بصح كوما بنتش كي بنت خير الناس اكل الشعب الجزائري اكل كتر خير والشعب المسلم اكل حس وبكى معايا بكى وبدموع يا ناس يعيطوا لي ويبكوا هكا كي جست انا يا الناس العائلات يخافوا يحميوا ولادهم من بعد. انا قلت لهم بنتي كوما تبانش زوج سوايع نروح نحوس عليها هكا دخلت الناس باش يحموا ولادهم حماية البنات اللي راهم جايين مساكن. انا كي نشوف طفلة برا انا مضر اكثر من اللي ضريت حتى ماهيش بنتي يا ناس راهو ميساج رسالة يا ما فهمي قلت لكم ماني الو ماني يعني مانيش طيبة العشاء اليوم كيف اختك تقول لك ما درت والو في رمضان كذا ما ياكلتش جنبك تعيط لها تقول الو اختي يا شدتي الفطور اليوم نقول لك ما درت والو انا نحبي من بلاد لبلاد يا كان مطل قبل راجل وكجل في العيد نرمي ذيك الحوايج من فوق من فوق الباب تاع باش يعيدوا ولادك وعلى ياك بناتي ما كسيتهمش يا كنت براجلك وانا نجيب ذيك الحوايج باش يعيدوا ولادك منهم اليهم يا كان نروح نطلبهم ونجيبهم لك
انت يا بنتك عيد وفي ستة صح ناس نعاونك ما عندك شو انا اللي بلا راجل بعتي راجلك يخدم لي تاقيك هو ماسو خدمته ما نفري وماسو ماسو يخدم نعجب بعتي راجلك انا ما نمتكش ما نمت حتى واحد علاش انتم اليوم تلوموا فيا على رغم ما وجد تروحوا تداويني عندي بسيكولوج رغم ما وحده تجي تقول لي نداويها وتجي قاعده هكا مريضه وحده تقول لي راني هنا نمشي اختي نديك عند بسيكولوج تفرخي والاخرى تقول لي انا خلص لي كوغل باسكو تقرا جابت المعدل 10 على 20 بوختون تقرا الشمعه ما كاش تريسيتي دوكا كيما رانا كيما رانا في الحين تريسيتي والله ما تسعه والله يعني دنيا في كل مره تهدري ما تخليني نقول لك شو انا نحب نقول انه ولا نحب نحكي مع العائله تاع دنيا كلهم ربي يهديكم والله من قلبي ربي يهديكم نحكي مع اخوها نقول ربي يهديك في بلاصه اختك تجي توقف معاها وتشوف واش خصها معليش يا ريت تقول كاني مسامحاتك يلا راهي مسامحاتك كل شيء درته في حياتك معاها راهي مسامحاتك تزيد تعاتبها علاش بنتي اليوم وعلاش جستي في التلفزيون وهي الخبز اختك راهي ترقد وبناتها جيعانين راهي تقعد 3 ايام الخبز والماء ما كاش ربي يهديك شغل اخر حاجه من حقك ديرها انك تعاتبها نحكي مع خاوتها كاملين الاخرين تقول لك عندها 3 خاوتها ما تعرفهمش ونراكم ونراه ربي في قلبكم ونراه الانسانيه ونراه الشيء اللي تربينا عليه ونراه يعني وكان معاه براني يعني شوفوا اليوم برانيين عليها ناس غرب عليها والله صدقوني اتصالات بالعشرات البارح برك جاني انسان كبير في العمر والله والله يبكي يبكي قال لي عندي 10 قطوط كل يوم نوكلهم اللحم والدجاج كيفاش كاينه انسانه ترقد وهي متشاهية الخبز والماء يبكي 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 هذا يبين انه احنا كاين بزاف حالات هكذا في المجتمع بالك ماهوش سامعين عليهم انا نقول كامل الناس لازم يتعاونوا بيناتنا نقول للاعلام وسائل الاعلام لازم هاد الناس لازم يسلطوا عليهم الضوء لانه يبدو انه المجتمع ما على بالوش مليح واش راهو صاري في داخل البيوت تقول البيوت اسرار اذا كانت البيوت اسرارها انه مرأة ترقد بلا ما تاكل وبلا ما تشرب مدة 3 ايام ينعلبوها اسرار ينعلبوها أسرع إذا كانت المرأة ترقد وهي خايفة على بناتها أنه الباب هذا مفتوح يدخل واحد ويدنا لها بناتها إذا كان هذه أسرع البيوت اللي تحبوش تسمعوها ينعلبوها أسرع ونقولوها اليوم وغدوة في كل يوم لأنه هذا الوضع اللي إنساني اللي تعيش فيه هذه المرأة من غير المقبول من الأنانية أن نقولوا هذا الإنسان من بينوهاش في تلفزيون لأنه عيب نحكيه في أمر مماثل اعتقد لو كان نحكيو في ميزان الايجابيات والسلبيات تاع مرور الدنيا الايجابيات كانت اكثر بكثير من السلبيات انا اليوم ندائي نعاود نوجه لكامل السلطات لكامل الناس الخير اليوم دنيا راهي تقول لكم انه راهي عايشه في وضع لا انساني راكم شفتوا الدار اللي راهي فيها المكان اللي راهي فيه باش ما نسميوهاش دار انا نتمنى من السلطات من المسؤولين يشوفوا الحال دنيا ونتمنى من الناس الخير انه على بالي كاين بزاف ناس اللي قادرين يعوضوا السلطات ويوفروا لها ظرف تاع حياه يكون كريم صورة واضحة جدا بعد عددين واليوم تقريبا العدد الثالث لنفس قصة نفس الإنسان أعتقد أنه مبقاش وش نزيد نقول واليوم إذا دنيا قاعدة تعيش فيها
مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من ناس وحكايات. انه تكون عندك خدمه ومهنه تمتهنها هذا امر طبيعي جدا وحاجه لازمه باش انه الانسان يقدر يعيش ويحاول انه يحقق الذات ديالو. كما كاين ناس هما اللي يختاروا المهنه ديالهم، كاين ناس المهنه هي اللي تختارهم بسبب وضعهم الخاص وامكانياتهم ربما الخاصه والمحدوده. وكما كاين مهن نسموها كبيره ومعقده، كاين مهن نسميوها مهن بسيطه. هذا امر طبيعي، لكن الامر الغير الطبيعي انه نظرتنا احنا كمجتمع لهذه المهن البسيطه والممتهنيها تكون مختلفه على نظرتنا للمهن الاخرى. اليوم ضيوفي في البلاطو اشخاص يمتهنوا مهن نعتبروها بسيطه، جاوا لهنا باش يحكيوا لنا كيفاش عايشين حياتهم وكيفاش نظره المجتمع وتعاملوا معاهم، والاهم كيفاش حتى اختاروا هذه المهنه. مهن شريفه، ولكن عنوان عدد اليوم من ناس وحكايات. ونروح مباشره نرحب بضيوفي. عمي حسن عامل نظافه، مرحبا بك. مين جيت من عمي حسن؟ جيت من الصنم تاع بويره. بويره، مرحبا بك وتحيه لناس بويره. يعطيك الصحه. معنا ايضا السي عبد القادر. السي عبد القادر كياس. كياس كياس من جيتنا من مستغانم. مستغانم، مرحبا بك. ومعنا ايضا السي وحيد. السي وحيد حمال. نعم، تخدم في السوق تاع الكاليتوس. نعم، هنا في العاصمه. نعم، مرحبا بك السي وحيد. ومعنا ايضا في مختصين، معنا الاستاذ سمير عمر مختص في علم الاجتماع. مرحبا بك استاذ، نورتنا. طيب نبدا مع عمي حسن. مرحبا بك مره واحده اخرى. الله يرحم بك. جيت من البويره لهنا تهلاو فيك شويه. طريبيان كاع، يعطيهم الصحه. لاباس، ما عياوكش. ما راني اون فورم كاع. اي اون فورم. مرحبا بك عمي حسن. عمي حسن، قول لي كيفاش حتى خيرت المهنه تاعك، ولا انت اخترتها، ولا هي خياراتك انك تكون عامل نظافه؟ والله يعني كي تكون يعني مور عائله اكيد ما على باليش. انا في الوقت هذاك الشوماج في الجزائر قوى صافي، نقول بلي انا اللي اخترتها باسكو ما لقيتش خدمه واحده اخرى. طيب احكي لنا عمي حسن، نرجع شويه للشباب تاعك. هكذا انت كنت شاب، قريت، تعلمت، ما تعلمتش؟ في الدراسه ما قريتش، ما نجحتش في الدراسه نتاعي، خرجت اولى ثانوي. كان ظروف بالك الظروف تاع العائله شويه صعيبه ولا لا؟ والله غير العائله رانا كنا هايلين، ماشي باسكو ما باش نكون بالك. المنطقه وين كنت نسكن في الريف شويه ما تاهلت، ما شجعتكش بالك باش تكمل قرايتك. باش نقرا طيب كتب المكتوب، ما كملتش قرايتك. ومشي كامل الناس كملوا قرايتهم، وكل واحد مشى في الطريق اللي هو اختارها بالك. صح، ما كملتش قرايتك، من بعد تكوش الخدمه الاولى اللي خدمتها؟ الخدمه الاولى اللي خدمتها خدمت مونوفر في كوسيدير مدة بالك 6 سنين ولا 7 سنين. كنت تخدم شنو؟ مونوفر. مونوفر مانوفر. أيه. مانوفر يعني مساعد تاع بنا ولا؟ لا، مساعد بنا. ورحت الشركه هذيك من الجهه اللي عندنا، خدمت في لا دي تي بي، لا ديريكسيون دي ترافو بيبليك. ثاني كيف نبالي في الطريق، نحو التراب من الطريق، نحو الحشيش، نحو هنا. كنت مازالك شاب صغير؟ مازالني شاب صغير. يعني هذه المهنه، هذا واش لقيت الحاجه الوحيده اللي لقيتها متاحه لك خدمتها في هذاك الوقت؟ هذاك ما نقدر نخدمها، حوايج اخرين ما تاهلتش لحوايج واحد اخرين. ما خممتش مثلا دير تتعلم كشميتي هكذا كشمهنه ولا؟ حاولت عده مرات، مي وعر الخدمه باش تلقاها. طيب يعني ما كانش عندك مانع انك تخدم مهنه بالك بسيطه، بالك نظره الناس لها شويه يعني نظره خاصه؟ صح، كاينين الناس ما ترحمش، كاينين بعض الناس ما ترحمش. لو كان يعني ما تفرضش روحك في الميدان يقدروا يرجعوك للدار ما تخدمش خلاص. كيفاش؟ يشوفوك بنظره على باليش، النظره نتاعهم ليك بالك يفيكسيوش، تروح الخدمه بالك ترجع للدار بالنظرات نتاعهم. مثلا احكي لي، مثلا انا نحكي وانت مازالك شاب، مازال ما وصلناش انك عامل نظافه، ولا هذه المواقف حتى كي نوصلوا انك امتهنت التنظيف.
لا حتى بالك حوايج صراو لي ف كي كنت عامل نظر عامل نظافه. عامل نظافه. طيب باش ما نحرقوش المراحل قبل ما نحكي واش صرا لك وليت عامل نظافه كمل احكي لي. لقيت روحك خدمت مانوفر في قلت لي في مؤسسه ومن بعد هاتيك خدمت في جهه واحده اخرى من بعد كنت خدام قلت لك في لا دي تي بي في لا ديريكسيون دي ترافو بوبليك في الطريق في لوتوروت بار اكزومبل. ساعات احنا خدامين نغلطوا ماشي زعما ما نغلطوش ما نلقاو كلام واحد يسبك واحد صدي بون واش يصرا لك مع لي باساجي اوتوماتيكمون كاينين وين تقول نروح ما نزيدش كاع ندور للخدمه هذه. واش مثلا واش الحاجات اللي كنت تسمعهم من المواقف اللي صراو لك؟ تسمع بالك يشتبوك بالك يسبوك. علاش يسبوك؟ انت في الخدمه تاعك دير غلطه مثلا يلا قول لي مثلا في الطريق تقطع طريق في الطريق انت خدام مالغري عندكم الحوايج تحطهم دي باليز هكذاك هو يجي اون فيتاس انت تسي تحبسو باش ينقص في السرعه نتاعو يخسر لك الكلام. يعني فوق ما انك انت راك تخدم و راك تأدي في المهنة تاعك هو يجوز ما يجوز اون فيتاس انت تحاول باش ينقص من السرعة نتاعو تسمع كلام ما يرضيكش ما باش تسمع. تما في هذيك اللحظة واش يكون احساسك عمي حسن؟ انت يعني راك تخدم في خدمتك وبالعكس المفروض هو يتفهم انه انت راك تخدم لانه هذا الشيء راك تخدمه ليه هو وللناس اللي راح يجوز من هذيك الطريق. سي نورمال تحس باللي روحك باللي تغيضك عمرك باللي انت راك تخدم وهو على جال دقيقة برك نتاع روتار يشتمك ولا يعني تحس بلي بالك مهانة. كل واحد يحوس على روحه ايه ما يحوس على روحه ما يشوفش كاع فيه كاع مهان. قلت لي مهانة يعني تحسها إهانة. طيب كمل لي ومن بعد كيفاش حتى حبست الخدمة هذيك وانتقلت للنظافة؟ تماك سي كونتراكتوال يتخدم شهرين ثلاث شهور من بعد يحبسوك تولي يعيطولك تتريح خمس شهور ولا سته يعاود يعيطولك. بانتني خدمه في البلديه كنت نجري للبلديه باش افيشاو كات بوست في البلديه نتاع اعوان النظافه. درنا لي دوسي ثما ونستناو انا ثما شفت اللي داخل البلديه اللي يعاونوني شفت برسك لاسومبلي كاع تاع البلديه تاع الصنام بروماولي مي هما في التخمام نتاعهم هذه الاعوان تاع النظافه هذه ما يكونش بزاف لي دوسي بار اكزومبل عندهم ديجا الخدامين اللي جازوا لي باش يركريتيو الخدامه ما لقاوش. ف 2011 هكذا حطيت انا الدوسي نتاعي بروماولي كاع غير الخدمه هذه اللي ما كاش ليها اللي يديها لك على فان دو كونت نهار باش يديروا لاسومبلي يديروا الانتقاء لقينا 13 دوسي في البلديه ولاو بغاو يدوروا عليا باسكو في لاسومبلي نتاعهم غير انا اللي شافوا لي بلي ما نوالمش للخدمه هذيك. علاش؟ لو كان نقول لك يعني القصه علاش على جال التصويره نتاعي في الدوسي هذيك درتها بالكرافات على خاطر درت فوتو بالكرافاتا درت فوتو ديدونتيتي بالكرافاتا غير اللي يشوف الدوسي نتاعي غير هذا اللي ما يخدمش وثاني يعرفوني برا ناشط يعرفوني نسلكها في كلش برا وبعد يشوفوا بنظره الحوايج الاخرين كيفاش يروكريتي والخدام هذاك لازم يكون ما على باليش لكن لازم يكون حتى في الركروتمون تاعهم لازم يكون محقور هكذا بالعين تاعهم لازم يحقروا واحد حتى المسؤولين يعني اسمحوا لي على الكلمه هذه. انا لافوتو هذيك تاع الكرافات حتى واحد صاحبي يخدم داخل قال لي غير تبدل لافوتو باش تدخل للخدمه سينو والله غير ما تدخلها هكذا قالها لي صاحبي فيه يخدم تماك. درنا الكواليس ودخلنا بدلنا لافوتو تاعي داخل نهار سيجاو باش يخرجوا أربعة خدامة ما 13 لي دوسي اللي كاينين تماك هذاك اللي يرمي دوسي هذاك اللي قال لهم بلي غير هذا اللي ما ينجمش يخدم زبال هذا شاف الدوسي نتاعي تبدلت لافوتو نتاعو وبعد ولا
قول لي بركه عمي حسن، واش درت تصويره كي بدلتها؟ واش راح درت مثلا؟ رحت هكدا واسيت شعرك ولبست تريكو مقطع باش يعني لا ماشي مقطع، مي درت من ناحيه هذيك الكوستيمه الفيستا هذيك والكرافتا ما تدخلش في الدوسي هذيك. يعني شوف قبل ما نخرجوا للمجتمع كي بدينا من الاداره، حتى الاداره واللي يفترض انه فيها ناس اللي عندهم مستوى من الوعي، حتى هما يعني لقيت عندهم هذيك النظره، يعني بسم الله عندهم نظره تاع احتقار خلينا نسموها للعامل النظافه، انه باش تكون عامل نظافه لازم انت اصلا في السيره، يعني باش تكون عامل نظافه لازم في السيره تاعك تكتب انه انا انسان محتقر ولا اتقبل ان نكون انسان حقير. صح، يعني لازم نكون انسان بسيط ونتقبل كل شيء، الاهانه والضرب والذل والرخص، باش انه نكون عامل نظافه. سي جوست. طيب دقيقة برك نرجع لك، وماذا تكلت ما خيروك أنك تكون عامل نظافة قبلوك؟ كان بعد كان قصة واحدة أخرى. يعني كرحت لهم بالكرافاتة ما قبلوش؟ ما قبلوش، يعني ما تقبلوش فكرة أنه عامل نظافة يلبس كوستيم وكرافاتة. واضح. دوك نرجع لك عمي حسن. أستاذ نظن باللي النقطة هذه مهمة، كيفاش النظرة هذه حتى الناس اللي في الإدارات، كنا نقول الناس عندهم مستوى، ما قبلوش طلب الترشح للوظيفة لأنه شافوه إنسان لابس كوستيوم كرافات. هذا أمر طبيعي الحقيقة. إحنا لابد أولا قبل يعني شروع الإجابة على السؤال، نبغى ديفينير سو كي لا بروفيسيون. باسكو لا بروفيسيون سي كوا اكزاكتومون، شنو هي في الحقيقة؟ هي عبارة عن كما يقولوا باللغة الأجنبية سي كاركتيريزي لو un engagement et la qualité du travail. انا بالنسبه لي وهذا كل شيء يعود الى التنشئه الاجتماعيه الموجوده يعني في المجتمع الجزائري. هذا يعني ما قام به المسؤول او ما قامت به الاداره، هي بالنسبه لهم امر طبيعي، لان بالنسبه لهؤلاء ان عامل النظافه لا يستحق الا ان يكون عامل نظيفه النظافه لا شيء اخر. معنى ان On doit relier tout cela à la socialisation de la société algérienne, طبعاً. كيف انتشأت أو انتشأ الفرد الجزائري وما هو رؤيته بالنسبة لعمل النظافة. لو كان نقول كان مثلاً عمل النظافة يكون عنده مستوى عالي في بلدان متقدمة، وأنا قبل ما نجي لهنا قريت في الشبكة يعني في الريزو سوسيو هناك صورة مكتوب باللغة الأجنبية باللغة الإنجليزية مكتوب عليها أن هذه الوزيرة انتقلت إلى المكان تاع وين يخدموا عمال النظافة وأعطت ومنحت يعني داي أوف يوم راحة لأحد العمال لعمال النظافة، وصعدت إلى شاحنة النظافة وقامت بالعمل يعني ديالو. البوتم هذاك تاع لي يعني القفله هذيك اللي حبزوها تاع باش يعني يرفد الحاويه ويفرغها قامت بهذا يعني بهذا السلوك حتى تبين ان حتى هي كوزيره لديها وظيفه، وهي ان تعطي للمجتمع نظره جديده حول المهنه وحول نظافه ذلك المجتمع. لان كما يقولوا حتى باللغه العربيه يقولوا لا نقبل امامنا في الصف ان لم يكن امامنا في الصف، معنى الا ما كانش هو القدوه. صح، اول قدوه هو، لو كان ما كانش هو القدوه ما الذي سوف نقتدي به؟ صحيح. فهذه يعني رغم انها وزيره ويعني كما احنا نقولوا منصب عالي جدا ومنصب عالي في مجتمعنا، لكنها تؤمن انه كاين مهن بسيطه وهذه مهن شريفه، الا انها حبت تكسر هذيك كما نقولوا العقده اللي موجوده بالنسبه للمجتمعات. وانا نقول لكم بصراحه ان المجتمع الذي لا يعطي للمهن قيمه يبقى دائما مجتمع، لا اقول متخلف ولكن اقول ان هذا المجتمع يبقى دائما يؤمن بالتخلف، لان التخلف مش موجود في المساله هذه. يعني عامل نظافه يكون عنده مستوى، انا كان هناك عمال نظافه عنده مستوى ممكن والله غير لحقت حتى الليسونس، لانه هذه حاجه المجتمع. كما نقولوا باللغه الاجنبيه يقول يفوا فوار لو تو بوغ فوار موند. لكن الشيء اللي ماشي مقبول ان النظره تاع المجتمع لابد ان تتغير، لان المهنه انا قلت لك المهنه سي ان انجاجمون. دوك نحكيو على المجتمع، دوك نحكيو على المجتمع استاذ، احنا فقط حبينا نتكلموا على هذا المسؤولين اللي هما يفترض انهم عندهم وعي اكبر من لا شوف الاجابه المؤكده حتى عند كل الاشخاص الاجابه المؤكده ان هذه
تعود إلى التنشئة الاجتماعية طيب. للفرد الجزائري في صحيح. مجتمع مثل مجتمع الجزائر. صحيح. دوك نرجع للمجتمع وللتنشئة الاجتماعية أستاذ، نروح عند عبد القادر. وش عيطولك عبد القادر في الحمام؟ وش عيطولك؟ بيحي. بيحي. أنا بيحي. أنا عندي وما أقول لك. خاطر شوف دوك راي معايا المعدة أمل، راي معايا في لاباستي، قالت لي بيحي، قالت لي روحوا عند بيحي. راني نغزر هني، شكون بيحي؟ ما عنديش بيحي، عندي عمي حسن، عندي عبد القادر، وعندي واحد. من بعد ذاتك باش عرفت باللي بيحي هو عبد القادر. يعيطوا لك بيحي عبد القادر. فكرت يعيطوا لي بيحي. صح، قول لي واش تحب نعيطك عبد القادر ولا بيحي؟ كي تبغي. لا لا كيما تحب أنت. كي تبغي أنت. اللي ترتاح له أكثر. كيف تبغي، عبد القادر ولا بيحي كيف كيف. وفي الحومة واش يعيطوا لك؟ بيحي. بيحي، نعيط لك بيحي، نعيطوا له بيحي ولا عبد القادر؟ ها؟ شكون يقول عبد القادر؟ شكون يقول بيحي؟ وشكون يقول بيحي؟ ها هو عبد القادر غلبت، عبد القادر غلبت، بس حنا نعيط له بيحي باسكو في الحومه يعيطوا له. صح، قول لي بيحي وعبد القادر، قول لي كيفاش حتى خيرت المهنه تاع الكياس؟ حنا قليل قليل نظن قليل وين نتلاقاو بكياس، ونتاكد بلي كاين بزاف المشاهدين تاعنا اليوم اول مره يشوفوا كياس في بلاطو برنامج ويحكي، نظن هذه اول مره. طيب قول لي عبد القادر، كيفاش حتى خيرت هذه المهنه بالذات؟ ثم انا كنت مع واحد سموه كويتي، كان هو يخدم الدخل، وانا كنت قاعد برا عسه، ويعلمني انا كنت قاعد بالعسه برا والدخل، خاطر ندخلوا كيسوا بعضنا بعض، ولا يعلمني لي تكنيكي ما كان اللي راه خلاني بلاصته. أسنى أقول لي قبل، أنت يا كي كنت صغير قريت ما قريتش؟ قريت. إيه وش المستوى اللي عندك؟ ما قريت بزاف، سنة خمسة حبست. سنة خمسة حبست، طيب ظروفك ما خلاتكش تكمل القراية؟ طيب، وكي كبرت هكذا بديت يعني وليت شاب، وشنو الخدمة الأولى كاع اللي خدمتها؟ الأولى خدمت المارشي، نعاود نبيع، كنت نبيع قصبر. في المارشي، إيه ومن بعد ذاتك؟ من بعد ثاني وليت نطلع السوق الليل نخدم. وش تخدم؟ نخدم في سوق الليل خضرة. سوق الليل، اوكي. كنت تخدم في الخضرة، ايه من بعد؟ من لحقت الشيء الله جل، دخلت الحماية المدنية بورتون سيفيل. خدمت في الحماية المدنية؟ 12 عام، 12. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. ومن بعد ديت تقاعد ولا؟ لا لا ما ديتش تقاعد، كنت فاكاتير كونترا. كونترا، خلصت الكونترا من بعد بعد الحماية المدنية واش خدمت؟ الحماية المدنية رحت لا سونتي. صحة، واش خدمت في الصحة؟ في اجون سكيورتي. اجون سكيورتي، ايه، ما شاء الله راك خدمت بزاف خدمات. ومن تما راني نخدم في الحمام. طيب قول لي، صح دقيقه، هنا هذه فتره الانتقال اللي حابها، كنت تخدم اجونت سيكوريتي، وكيف واش العلاقه شوف خضار وفهمناها، في حمايه المدنيه وفهمناها، واضح جدا اجونت سيكوريتي نفهموها، من اجونت سيكوريتي للكياس كيفاش حتى وقع الاختيار على الخدمه في الحمام وكياس؟ اسمها خدمه في الحمام، كنت عارفو نخدم قبل ما ندخل السبيطار لاجون سكيورتي، كنت خدام في الحمام. كياس تاني. بصح كيفاش حتى خيرت هذه المهنه هذه اللي حياتك؟ هذه خيرتها مليحه. يعني علاش ما قعدتش تخدم في الخضره؟ علاش ما قعدتش؟ ما خرجتنيش. الخضره العيا التعب بكره. ما خرجتنيش. وكياس خدمه مليحه، عندي شعبيه الحمد لله يا ربي. خدام بدري الحمد لله. واني باغيها ونقعد فيها دار. طيب كي اخترت انك تخمم تخدم كياس، كنت مزوج ماشي مزوج؟ مزوج. واه كنت مزوج. عندي ربع دراري. الزوجه ما كانش عندها مشكل مع الخدمه تاعك؟ عادي يعني ما كان. هي توجد لي كابتن، هي توجد لي صاحبي يومين. طيب اوكي، يعني ما كان عندها حتى اشكال حتى اعتراض. طيب انا شوف باش نمشيو اكثر في النقاش هكذا ونزيدو نقصرو مليح، يعني حاسك مازالك شويه هكذا. لا 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 مازالك شويه راك تعرق، ما توقف في مشوار. لا 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 معليش، عندي نلعبك وليت نوجد البابي مشوار باسكو الكليماتيزور رابح دائما ماشي عندناش كليماتيزور. دقيقه نجيب لك انا بابي مشوار ونقول الرابح يشعلنا الكليماتيزور باسكو عبد القادر. صح. طيب شوف عبد القادر، الجماعه تاعنا جوله عندكم، جوله عندك الحمام، وسجلوا معاك لتما في الحمام. نروحوا نشوفوا عبد القادر باحي في الحمام في مستغانم، ونعاودوا نرجعوا. يلا
نتو هنايا تزوج وعندي ربع دراري، عندي 9 سنين اللي بديت نخدم هذه الحرفه هذه وبغيتها الحمد لله يا ربي. وعندي مشتري حبوا كيشو عندي الحمد لله، بغيت هذه الحرفه هذه يا ربي يا ولدي. بس على الظروف هي اللي وصلت لهذا الموقف، كنت حاب اسمع الجازي ما عندي شيء وحتمت عليا برك، خاش هذه الخدمه هذه ماشي سهله صعبه بزاف، فيها العيا تعيي تعيي مولا يا شباب اللي تضربي بالساعه بزوج في الحمام عندك خطرات قبلي كيجي حتى 20 واحد في النهار، حتى 5 حتى 6 حتى 7 ولو كاع ديروا مساج وتزيد تكيسوا، لا محاله ولادي يخرجوا كيما انا نقلي نحشم انا مين نمد يدي تعال نخدم بدري هاي يجوا موفوف للشعب انا ما على باليش بهم، خاش دروك ما كاينش اللي يقول لك هاك ولا ذاك الوقت اللي لحق لها كاش اللي يشوف فيك كاش اللي يشوف فيك. عبد القادر شفت سمعتك حكيت زوج حاجات حب نفهمهم لي، قلت الظروف هي اللي خلاتني نخير هذه الخدمه. ظروف واش من ظروف؟ كيما نقولوا انا الشهريه مش وافيه باش تعيشني شهريه اللي خلاتني هذه الخدمه انا. يعني تحس بلي لو كان لقيت بالك وضع افضل ما كنتش كامل تروح لهذا الخدمه؟ ان شاء الله مصاد عندي بزاف، بصح كي خلاص لقيت روحك باللي مجبر عليها تقبلتها. قبلتها الحمد لله يا ربي الحمد لله. قلت محال نخلي ولادي يخدموا هذه الخدمه، علاش؟ انا عندي ولد كبير عنده 17 عام ما يطيش يخدم الخدمه، فوتبول على سني فوتبول ما يطيش يخدم الخدمه والحمام ما يدخلش. علاش علاش تقول ما تقولش باللي بما انه مهنه شريفه انت راك تخدمها انه يقدر يخدمها هو ثاني؟ يقدر مرحبا وسهلا بي، انا عرضي خطر عرضت عليه قلت له روح تخدم الخدمه. خطر تجي يكذب عليا، يجي يكذب عليا خطر يكون ولي معين ويجي يكذب عليا. وعلاش قلت في الفيتير قلت باللي لو كان نصيب ولدي ما يخدمش؟ قلت اكون نصيب اكون نصيب جازي عندنا وما يخدمهاش. على كل حال يعني كاينون صح هو امر طبيعي كل واحد يتمنى الافضل لولاده، ماذا بك وليدي؟ ماشي سهله ما هذه ماشي سهله. علاش ماشي سهله؟ سهله بزاف تعيي. سهل من دخول الحمام ما يخرجوش حتى اللي يكملوا. لازم يضرب 4 شوية 5 شوية في الحمام. يعني حياتك عايشة داخل من دال دا من دال دا من دال دا ما تفيعش. حياتك عايشة داخل داخل الحمام. ولا السخانة ولا فابور. هما مورفينا. مورفينا. الحمد لله عندنا شعبية. عرفت نسينا في اداره كبار. نحسك عبد القادر وانت تحكي نحسك باللي انسان اللي راك رافد بزاف في قلبك راك تسي تبين هذيك القوه والرضا، بصح نحسك انا باللي راك بزاف رافد في قلبك. احنا شوف عبد القادر انت راك اليوم ضيفنا هنا باش نسمعوا واش كاين في قلبك وباش تحكي لنا حكايتك، لانه تاكد كاين بزاف ناس اللي راهم يشاهدوا اليوم في ناس وحكايات وماذا بينا من القصه تاعك يدوا بزاف عبر ويتعلموا بزاف حاجات، بالك الكلام اللي راح تقوله اليوم يكون سبب في انه بزاف ناس يفيقوا مع روحهم ولا بزاف ناس تبدل حياتهم ثاني. احكي لي واش كاين في قلبك، افتح لنا قلبك اليوم، شوف اليوم ديروا هذا اليوم بالذات قال انا نفتح فيه قلبي ونقول كامل واش راني مخبي. احكي لي انت عبد القادر، عبد القادر هو واش راهو حاس، هو واش كاين في حياته؟ انا حاسه ما نورمال دو. قلت لي ايه كاين بزاف حاجات في قلبي. وحاس زعما كي نقول لك الحمد لله عندي ربع دراري كاري خدام دراري كيما قلت لك والحمد لله يا ربي، زعما مانيش قانط من الدنيا. الدنيا دايرها مورايا ما على بالي بها. علاش الدنيا راهي موراك؟ علاش؟ شحال في عمرك اليوم عبد القادر؟ عندي 40 عام. يعني 40 عام تقول لي الدنيا مورايا، علاش؟ ماشي دايرها في بالي انا، ما على بالي زعما الناس هذو ما على باليش بهم، ما نحوش ندخل في امور. قلت نظرة الناس، وشنو هي نظرة الناس اللي حسيتها هكذا جرحاتك في في ما كاش اللي جرحني؟ انا جرحهم بجرح ما كاش اللي جرحني كاع. قلت في التقرير بلي نظرة الناس انا ما جموش. لا هي مين قالت لي كيما هكا؟ قالت لي والناس يقولوا ما على باليش بالناس. يعني الناس يقولوا
ويقولوا حاجه باينه خاطر عندي خدمه موت شويه يقولوا طايحه ولا منا هي ما انا ما. انا عندي ما تجيش طايحه طايحه روح المدديه هذيك هي طايحه لما نخدم بدري ما تجيش طايحه الحمد لله ربي قال في بيكي باغي تما في الحمام كاع مي ما يجيبونيش يقولوا ما يدخلوش يجوا لعندك باش يكيسوا ما يلقاوكش ما يدخلوش يقولوا ما يجيبهم ما يقولوا خاطر راني ندرب في واحده اخرى راني لازم فيها تدريب ثاني جبت واحد انا نعلم فيه هو ايوا شتو كيما كان مسكين قاعد خاطر هو كان يخدم معنا في روسونتي وخرج لاتريت شتو قاعد مسكين في ذاك قلت له عمي عبد الله ارواح تخدم معايا قال لي ماذا بيا نعلم فيه الحمد لله يا ربي ورفد الميتي شوف ما تأمنش راسك هيا دير شوف دير مركز شوف 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 عبد القادر دير مركز ودرب فيه ال كيفاش كنت تعيطوا له في مستغانم موتشو 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 اللي هو كياس نفس نفس المعنى طيب دير مركز دير شوف نروح نديرو شوف نديرو صفقة تجارية هكذا نديرو مشروع تجاري دير مركز لتدريب الكياسين الموتشوات عبر الوطن هكذا واللي يحب تزايري واللي كياس يجي عندك هاي مليحة وشوفوا حط وليدك يشد هو المشروع وانت هو المدرب والله قلت لك والله لا زعما يفتح لي متأمش راسك والله اما امش راسك راني في سيمانه ما خدمتش غير هو يخدم سما قلعت له قالك الفيتا برا قلعت له كاع يجي يضرب معايا ست سوايع تما سما من يخرج من الحمام يرقد ما يلقى حتى واحد ديجا مع العيا ولا فاضيك ديريكت يا سبب غير يدخل يرقد يروح يرقد قلعت له قالك الفيتا هذاك الحمد لله صح قول لي اولادك اولادك ما يقولولكش يا بابا على شكل ولادي صغار انا صغار ما الكبير كبير برك وصح والكبير ما يقولكش بلا ملك الناس ما يقولوا للجيران جامي قالوا لي الهضره ما جام وحتى ولادك الاخرين ما تخافش كي يدخلوا للمسيد وكذا لا لا انا عندي جوج في المسيد ما يقولوا لهمش لا 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 عادي عادي لا ديجا الشيخ تقول لهم باباك شي يخدم خاصه هنا ديك 300 ميدال يكون يخدم ربي يخدم في الحمام هذا تهضر نورمال تهضر بها نورمال يمشي ماشي زعما حاجه طايحه ولا نورمال خدام هذا احنا هذا الشيء اللي حابين نوصلوا له مي كاين ناس اللي عندهم يعني شويه نظره نورمال با يخدم في الحمام نورمال في والو باباك ثاني يخدم في الحمام لا 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 قلت لك هي هي تقول الشيخه قالت له باباك شي يخدم قالت يخدم في الحمام نورمال يعني انت دائما تفهمهم باللي هذه خدمه نورمال هذه خدمه شي في ولادي راني نوكلكم بالحلال وبالطعم نورمال هذه اللي يخص هذا من جبالهم اللي يحشموا ما تيش يحشم عليه يحشم به واش مدي تدي وجبت انا صحيح الواحد يخدم كما يقول لك بعرق جبين وخير ما انه يمد يده والحمد لله عبد القادر غير صحة برك الحمد لله عبد القادر دوك نعاود نرجع لك نحب نجي نقابل وحيد اللي مازال ما حكاش كامل معنا اليوم وحيد قالوا لي عندك بزاف في قلبك تحكيه وحيد صح قلبك راه معمر طيب قول لي وحيد انت تخدم حمال في الاول رانا نشوفوا نشوف عمي حسن يقول لك بلي نظره المجتمع بزاف قاسيه وحكى لنا على تجارب وعلى بالي بلي مازال ما بداش يحكي وعنده بزاف راح يحكي وراح نرجعوا له ونشوف انه خونا عبد القادر بيحي قال لك انه لا لا المحيط تاعي عاملني عادي متقبليني ولا ربما هو ما يعيرش انتباه للمحيط ولا بالك جاي مخبي داخل الحمام حتى في الحومه كومبلي تعرف بلي يخدم في الحمام مليح ممتاز نجمع في قهوه يعرفوني يخدم في الحمام انت وضعك كيما عمي موسى ولا كيما عبد القادر تحس بلي كاين نظره شويه هكذا دونيه يعاملوك بها الناس في المحيط ديالك انا نحس كيما عمي موسى عمي حسن اي والله شغل هي في الحومه كاين اللي اكسبتيوها عادي نورمال كاين اللي يقول لك الله يعاونك كاين اللي يقول لك مليحك تخدم خدمه شريفه وكاين اللي يقول لك يا ودي تريح الحيط ولا تخدم حمال في المارشي كاين اللي تجي نقول له اسمعك قاعد يا تخدم تبريكولي يقول لك هو انا الحيط وما نخدمش حمال عند الناس في المارشي بورتون مالغري تخدم حمال شغل عند روحك نوض صباح تكري شريطه تخلصها بدراهم تروح انت كيما نقولوا تجيب الخدمه فهمت تشوف الناس اللي تسحق حمال تخدم كيما نقولوا كل اللي عند روحك كل اللي تخدم عجبك تشارجي له ما عجبكش ما تشارجي لهش حبيت تخدم ما حبيتش ما تخدمش
طيب شوف احنا باش نفهموا كثر على مهنه الحمال نروحوا نشوفوا الفريق الاعداد جال عندك للسوق كي كنت تخدم نشوفوا شويه صور بعدها نرجعوا نحكيوا كيفاش حتى خيرت هذه المهنه وشنو هي المعاملات اللي حسيتها كانت قاسيه شويه معاك وقعدت دائما يعني في قلبك توجع توجع واحد دوك نرجعوا نحكيوا على هذا الشيء نروحوا نشوفوا وحيد في السوق تاع الكاليتوس. نروح نشوفوا وحيد في السوق تاع الكاليتوس. واحد هذا احمد واحد بون جي 20 افون ماري وعندي ولد بديت المهنه هذه صافي عامين ونص عامين ونص من اللي اوناريا عامين ونص وانا في هذا المجال تاع المارشي بديتها ما كان والو ما كانش ما كانش خدمه ما كانش ما عنديش نيفو فهمتي ما نيفو سيزياماني ما كانش واش ديري به نيفو سيزياماني ما كان والو به ما لقيتش خدمه وين تروح بالنيفو وين تروح بالنيفو هيا ولاد حمار هيا وعليا قالك كاين مارشي خضره وهادي 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 جيت جيت بديت نخدم والمجتمع المجتمع كي تعرفي ما يرحمش كاين اللي يشوفك يقول يا حليل كاين اللي يشوفك شغل يحتقرك يحتقرك يقول لك يا ودي واش راك دير واش راك تخدم روح نافيغي خدمه ما خير نوض صباح تكري شريطه 4 تاع الصباح تلحق 12 الوحده تخرج من الدار كوم انا ماري وعندي ولد ماذا بيا خدمه ستابل كيما نقولوا تاع دايمه كل يوم مي ما لقيتش ما عنديش نيفو ما عنديش ديبلوم ولا نيفو نيفو سيزياماني ما لقيتش ما خير لو كان نلقى ما خير ونلقى خدمه ستابل ريغلو وكيما نقولوا دايمه في مؤسسه وطنيه ولا في مؤسسه عموميه ولا في مؤسسه خاصه نخدم وحيد تقرير يجوز وانت رجلك رايت في بري صباح تبان بلي راك نيرفي مقلق شويه علاش راك مقلق قولنا يا وحيد شغل تنفعل كي تشوف لا فيديو هكذا وتشوف روحك شغل ماشي كيما ماشي كيما كي تكون تهدر ماشي كيما فوالا اكزاكتومون التاثير تاع شغل ستاديك تاع انت تغير روحك تولي هكذاك شغل فهمتك واضح 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 طيب قول لي وحيد كيفاش تخيرت انك تكون حمال في المارشي عندي 9 سنين ملي بديت نخدم حمال في المارشي من قبل بديت نخدم حمال في المارشي نشوف ولاد حومه يروحوا ونروح معاهم نروح كنت معاهم. خدام وقت ولا ما كنتش خدام كنت نبيع الدخان طابله دخان كنت نبيع طابله دخان كنت منين داك نبيع بايت تاع شما فارغين كيسان تاع قهوه هذيك تاع بكري ومن بعد وليت نروح معاهم وليت نخدم خدمت عامين ونص خدمت عامين ونص كيما نقولوا في المارشي ما حبست درت فون شباب دخلت دلالة نخدم تليفونات ومن بعد تليفونات وليت نخدم سيديات درت زوج حوانت خدمت طلعت بيان الله يبارك الله يبارك فيك ومن بعد مع الكوميرس صراولي شويه مشاكل وكذا وكذا عاود وليت في ظرف ان سمان عاود وليت للصفر يعني كنت تاجر ومن بعد هذيك خسرت كامل التجاره تاعك في سمانه في سمانه وسمانه هذيك شغل بوم كيما نقولوا مرت شويه نفسانيا باسكو ما تقدرش تحملها بين لحظه وثانيه كنت بخيرك ومزوج وكاري دار وعندك ولد ولد نوفوني يسحق الحليب يسحق ليكوش فهمت كيفاش تما شغل ما اكسبتيتهاش تمتم مرت شويه داويت عند بسيكولوج بوندون هكذا واحد دو موا هكذا ومن بعد حاجه الاولى اللي جاتني في راسي المارشي نعاود نولي المارشي باسكو هذيك هي نقطه الصفر اللي بديت بها عاود وليت للمارشي وكملت صافي دوكا عندي دو موا وانا نخدم فيه حتى
وينكش ما يفرج ربي ان شاء الله ولا. طيب نظرة الناس اللي شفتك قلت بلي نظرة احتقار. بون هي نظرة الاحتقار الكثرة كامل الناس اللي داخل المارشي اللي تشارجي لهم اللي يخدموك عندهم فهمت، يخدمك شغل كومان اسكلاف شغل لك عبيد عنده يديلك بار اكزومبل يا هكذا شغل فهمت، شغل ما يعاملكش كانسان نورمال، يعاملك بصفه تاع انت حمال تقعد حمال شغل فهمت كيفاش، اي يعيط منه حاط يطبعك يرمي عليك كاجو ورفدو دبر راسك فهمت شغل هكذا الكوتي هذا. وكاين ناس كاين ناس اللي كي يكون داخل المارشي تقول له الا خصاتك شريطه كاين اللي يقول لك، كاين ناس ما شاء الله يقول لك لا عندي ربي يعاونك، كاين ناس يقول لك اروح تخدم، كاين ناس كيما نقولوا شوف 40% يعاملوك مليح معامله حسنه بصح 60% كاع ما كاع شغل كاين اللي شنف عليك، كاين اللي كاين كيما قال لك عمي موسى ولا حوسي مقبل كاين من داك حتى الشتم يكون فيها يسبوك يسبوك اه نورمال هكذا في الخدمه يقول لك اكتيفي غاول. والله يا وحيد واش نقول لك يعني صعيب كي يكون انسان اصلا لاباس به وكذا ما عاد كيلقى روحه يخدم في مهنه يتعامل فيها مع الناس ونظره الناس ليه نظرة دونية، احنا متفاهمينك احساسك في هذيك اللحظة وحيد على بالي الصعيب بس نحبك توصفه لي، انت يا انسان راك تخدم بعرق جبينك وما راكش تسرق ما راكش تدير حاجة عيانة وتلقى انسان كما قلت ينظر لك نظرة احتقار وبالك يسبك ولا يدير لك جاست اللي انت ما تقبلوش، كيفاش يكون احساسك في هذيك اللحظة وش الحاجة اللي تجي في بالك؟ ما شغل ما نقدرش مام كي يدير لي جاست هكذاك ولا يخزر فيا هكذاك ما نقدرش نقعد نشوف انا روحي توجور انا مستوى عالي عليه، علاش لو كان ندير على السيد هذاك اللي يخزر فيا ولا اللي يهدر معايا هكذاك دير في بالك بلي ملي تدخل للمارشي وهما يديروا لك هكذاك تما تولي انت غير تدخل المارشي تعاود تخرج تحط شريطه تعاود تخرج ما تخدمش، تما انت واش تولي دير تولي تشوف هذاك نيفو با تسمى ما تقدرش تهبط انت تاني معاه، تسمى باش تمشي الخدمة وتمشي الأمور شغل دير روحك ما شفت دير روحك، أنا عندي أنسول أوبجيكتيف عندي كيما نقولو خدمتي لتما رزقي لتما نصيب لي كاتبه لي ربي نجيب كيما نقولو مصروف تاع ولادي تاع مرتي وتم تحبس هذا. يعني ما خلاوكش تخمم أنه تحبس هذه الخدمة مثلا؟ انا والله في 9 سنين هذوك اللي ما خدمتهمش في المارشي درت اوبيراسيون هي نورمالمون دوك وما خدمش باسكو موبيري فيت 34 عندي 43 غرزه في كرشي نورمالمون ما خدمش انا مام في المارشي دوك يعني نخدم شغل نخدم ساعه نحبس ساعه ونص شغل ندير ديبوز هكذا يعني وضعك الصحي يفترض انه ما تخدمش اصلا ما خدمش ما خدمش باسكو من قبل كي كنت بصحتي خدمتها عامين ونص ومن بعد كان عندي المصران درت عملية على المصران شغل ناحية المصران وليت ما نقدرش تقل بزاف. بصح قول لي وحيد في رايك علاش الناس تخزر علاش الناس تخزر للحمال بهذه النظرة؟ باسكو كاين ناس ماشي متقفين كاين ناس ماشي واعيين كاين ناس كاين كل واحد كاش يشوفها كل واحد كاش يشوف انا واحد من الناس ما نحتقر اي عمل انا دوك لو كان نلقى كنت نقولهم قبيل في الكواليس كان نلقى عامل نظافه في كاميو حاشاك تاع زبل نخدم فيه لو كان دوك يجيبوه لي نخدم فيه نورمال نحبس من المارشي باسكو ما نقدرش البوا وتقل ونخدم في كاميو تاع النظافه ويديروني في حومتي كاع وين نسكن ولا في اجي سونتر ولا وين جات نخدم ما عنديش مشكل امر شغل ما نخلطش بين الخدمه وحياتي الخاصه والعمل يعني انت تؤمن باللي المهنه مهما كانت بسيطه بما انها شريفه تبقى مهنه بمهنه شريفه تستحق الاحترام والتقدير وتقدر من وانا نامن تاني بحاجه نامن باللي من المهنه هذيك تقدر تروح المهنه وعد اخرى وتقدر تروح المهنه الاخرى
انا كنت صغير كنت نقول فيلو ما نشريهش، كي كبرت خدمت مارشي بالعقل بالعقل حتى وين وليت تزوج درت دار درت دراري درت، فهمت كيفاش شغل تقدر من عفصا سبة هذيك سبب. صحيح واضح وحيد. دوك نرجع لك استاذ، حبيت نجي لعندك نشوفوا الفرق كي سمعنا شهادات الحالات الثلاثه اللي راهم معنا، نشوفوا كيفاش عمي حسن يشتكي، عمي حسن وحيد يشتكيوا من نظره المجتمع القاسيه معاهم والنظرات الاحتقار، ولا حتى احيانا ترجمت في بعض المعاملات اللي يعملوهم بشكل شويه غير مقبول، ونشوفوا كيفاش عبد القادر لا ما عندوش هذا المشكل ومتقبلينه في المحيط تاعو. كيفاش يقدر يكون هذا التناقض في نفس المجتمع في نفس البلد في نفس المحيط؟ شو اولا فو بروندون كونسيديراسيون لو جور اللي هو بالنسبه لنا بعض المتغيرات الاساسيه سي دي فاريابل همم. لما نقول لي فاريابل نعطيك مثال بين عمي حسن وبين واحد وبين بيبي عبد القادر بيح وبيح بين الثلاثه كاين لو ترونش داج، لازم نقولوا انه واحد مثلا راه يقول في عمره 29 سنه، نروحوا لعمي حسن ونروحوا سي عبد القادر ماهمش نفس السن، ماهمش سن نفس السن، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هناك عامل المكان، ماك حنا ما نعطوش اهميه لهذ الامور لان نقولوا عقليه الجزائري حاليا هي عقليه اجيال. لماذا نقول عقلية أجيال؟ في وقت مضى كان الحمال مثلا في لابيشري كما يقولوا حمام في باب الزيرة ولا في لابيشري ولا في، كان يعطوا به المثل في العمل، كان يعطوا به المثل ماشي في العمل فقط، كان يعطوا به المثل في القوة، حتى يقول لك اسمع بالك دلنا لهذاك، أو هذا كان حمال في باب الزيرة ولا في لابيشري ولا، لأنه باش تكون حمال في مكان معين في الجزائر لازم تكون أولا قوي بدنيا وثم قوي ذهنيا كذلك. الان الاجيال قد مرت، سي بوسا كاين بعض الكتب كثيره جدا حول لي جينيراسيون، يقول كل حاجه يقول ايفي دو جينيراسيون، باسكو هذا الجيل هو الذي يجعل من العمل محفز وهو الذي يجعل من العمل غير محفز. مام يكون عندك دراري لازم توكلهم الى اخره، لما تكون في مكان معين لينظر كثيرا الى الافراد بنظره حمراء او بنظره سلبيه، مهما تكون القوة تاعك سوف تتأثر بهذه الأعمال، سوف تتأثر بهذه الأفعال، لأنه نعود دائما إلى شيء مهم جدا وهو قيمة الفعل. لأنه أصحاب مثلا نحن في علم في سوسيولوجيا، سوسيولوجيا التمهين، يقول قوة المعنى في قوة الفعل. وش معناه؟ معنى أن كل ما كان الفعل قوي أو كل ما كان معنى تاع الفعل قوي، كل ما كان ذلك العمل يزيد يستمر يزيد يريح ما يموتش. ولكن إذا كان العمل هذا غير قوي، وش معنى غير قوي؟ معنى أن ليس هنا يعني هناك كثير من الانتقادات أو انتقادات أو النواقد في المجتمع. حنا نعود دائما إلى لا سونسيبيليزاسيون يعني توعية. الآن تلقى شخص أو فرد جزائري ذو مستوى عالي إلى آخر إلى آخره، إلا أنه مازال عنده العقلية تاع، ما نقولش عقلية تاع التكبر، ولكن عقلية تاع الرؤية غير سليمة بالنسبة للأشخاص للآخرين. لماذا نقول هكذا؟ لأن التفاعل في المجتمع ما هو؟ هو فعل ورد فعل. الناس ما تفهمش هذه المسألة، لأن فهم هذه المسألة هي قوة المجتمع. ما نقول قوة المجتمع لما نقول التفاعل هو فعل زائد رد فعل. كل فعل إلى قبل رد فعل مشين يعني غير سليم، هذاك الفعل سوف يعني يزيد يكون عنده سلبية كبيرة جدا إلى لقى رد فعل سليم، ما يكونش هناك سلبية. نعود دائما إلى وش قال واحد، يعني في كما هنا في منهجية السوسيولوجيا يقولوا لابد أن يكون هناك تحليل للكلام. لما كان نولوا الواحد مثلا وكان نولي أي واحد في مكان واحد الآن يقدر أن كيفاش يقول أنا 29 سنة وكي يخرج البرا يشوف الجيل الحالي كيفاش وين يدور واش ما يخدمش وعنده لباس مثلا لباس اخر كما نقولوا اخر موضه الى اخره وما يعملش. لماذا يقول علاش نعمل انا 29 سنه مازالني صغير؟ لما مازالني صغير على حساب الجيل اللي موجود الان، الا ان
القوة الموجودة فيه هو مش مثل القوة الموجودة في الآخرين. هو رأي هو وجد نفسه تخيز أوبليجي دو ترافاي أوبليجي باش يعمل كعمل حمال. واش حبيت نقول أنا دائما إلى أن الأفراد الذين يرون مثل هذه الأعمال لابد أن يستبشرون خيرا. لماذا؟ لأن ما زال الناس ما تعطيش قيمة للرؤية على الآخرين، أي تعمل لأنه روع يعمل عمل ليكسب به رزق. صحيح، وإحنا أستاذ يعني نحيي وحيد لأنه كما قلت في هذا السن كان قادر ربما يمشي في طريق عيانة، كان قادر يكون عنده مكسب أكبر مادي أكبر عبر تجارة غير شرعية ولا، ولكن هو روح يحاول يكسب قوت يومه بالشيء اللي يرضي ربي. احنا نحييوه على هذا الشيء. استاذ حبيت نسالك بما انك مختص في علم الاجتماع، هل احنا المجتمع الجزائري بكري كيما راه دوكا اسكو بكري كانت عندنا نفس النظره؟ والدينا وجدودنا كان عندهم نفس النظره للمهن البسيطه كيما دوكا؟ يا الامر معروف. انا لما تقول لي المجتمع الحالي نولي الى كلام القدامى، يقول كلام القدامى كيما ابن خلدون في كتابه ديوان المبتدا والخبر، ديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والاعاجم والبربر ومن سالوا من ذوي السلطان الاكبر، في المقدمه وش يقول؟ يقول كلام يعني مهم جدا. يقول اعلم ان العوائد والنحل لا تدوم على وتيره واحده بل تختلف باختلاف الازمنه والامصار. صافي دير انا معناه تو ديبون للوقت وديبون للمكان. يقول الزمن والمصر، حنا المجتمع تاعنا كان يعطي لكل عمل قيمته، باسكو انا قلت لكم باللي العمل سي كوا اكزاكتومون سي ان انجاجمون فير لا سوسيتي. يعني اللي كانوا قبلنا بالك ما كانوش يعطوا، ما كانش نظرتهم هكذا، ما كان لم تكن نظره. انا ما نقولكش لم تكن نظره، لان احنا وعلى والدينا وجدودنا الى اخره وغير كيما ماش ما عندهاش بزاف. وكانت ما كانش نفس النظره ولا كانت نفس لم النظره؟ لم تكن هناك نفس النظره. لماذا لم تكن؟ وين راه الغلط؟ لماذا لم تكن نفس النظره؟ لان هنا كان التكافؤ في الفرص. الناس ماهيش فاهمه كلمه تكافؤ في الفرص، معناه كان قادر. نعطيك مثال، المثال اللي صار للعمل، مثل اللي صار بعد الاستقلال مباشرة مثلا، الناس سكنت فيلات الاخ، وكانت الناس قادرة قاعد تسكن فيلات، ولكن كل واحد وين حب يروح، كل واحد وين نفسه حبت تروح. فمثل العمل، كل واحد اشتهى عمل معين فأراد أن يعمل ذلك العمل. يعني نقدر نقول أستاذ أنه هذا رو تراجع ملحوظ ربما في الوعي في المجتمع. أنا اللي قلت الكلمة اللي قلتها وهي عقلاني، عقلية لامونتاليتي دو لا سوسيتي الجينين بصفة عامة وجينيرال صفة عامة، لأنه ما راهي في شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة ولا أربعة، راهي في عدة أشخاص. طيب. ورغم أنه شوف، رغم أنه السوق اللي يتكلم عليه في الكاليتوس، معنا في منطقة، أنا لا أقول أنها منطقة حضارية، وأنا وإحنا متخصصين في المجتمع الحضاري والهجرة، نقول أنها منطقة شبه حضارية، معنا تقريبا ريفية، ونجد هذه العقلية، فما بالك في مدينة في العاصمة مثلا في سنتر فيل دالجي، يكون واحد كما مثلا ما يحسن إلى آخره عامل نظافة، كيف تكون رؤيته؟ في الحقيقة الرؤية لابد أن تكون واسعة. نحب نكمل مع ضيوفنا اللي راهم معانا في الحالات. مرحبا بك. في قبر تروح معي هنا؟ وش مكتوب هنا؟ ناس وحكايات. نظن بالك شوف كاين كاش بلاطو فني منا ولا منا. روح حوس عليه. جيت عندكم هنا. جيت عندنا هنا ناس وحكايات. بس حكايتي. تحكي حكايتك. بس احنا هنا اليوم رانا نحكوا على بعض المهن اللي الناس تنظر لها بنظرة دونية ونظرة احتقار. أنت وش علاقتك بالموضوع؟ كيف أنا نفس الحكاية. كيف الكلون تاني عندهم نفس النظرة. نفس النظرة. طيب أوكي. روح شوف دكتور حتقعد الهيكة قدام عبد القادر. وتحكي لنا على وعلاش جيت بسحب اللوك تاع جامي. مازال ما شفناش في الاستوديو كنون. مازال شفنا في الاستوديو كلون ويهضر بشكل جدي. هيا تفضل يا سيدي، قول لي برك كيفاش اسمك. وليد. طيب يا وليد مفروض من فريق الاعداد فرد. مرحبا بك وليد. يسلمك الله. وليد منين جيتنا؟ حجوط. من حجوط. حجوط. تحيه للناس حجوط والناس تيفازا. طيب وليد، كنا نسمعوا من عند عمي حسن ومن عند وحيد. دقيقه روح من هيك باش نشوفك مليح حسن هذيا. طيب وليد، كنا نسمعوا من عند كيما سمعنا من عند عمي حسن ومن عند وحيد انه
المجتمع ينظر لهم بنظرة احتقار، هل أنت تاني تحس أنه المجتمع ينظر لك بنظرة احتقار رغم أنك مصدر للفرح والسعادة؟ كاين وكاين كاين وكاين. صح، أقول لي أنت يا في الأول هذه المهنة تاع أنا ما نسميهاش مهنة، نسميها أنت موهبة، هذا رو فن، رو فن. هذه الموهبة وقتاش عرفت أنه أنت عندك الموهبة أنك تقدر تضحك الناس؟ أنا ملي كنت صغير، ملي كنت صغير، ملي كنت صغير نحبها، نحب اللي نخرج مهرج. ملي كنت صغير كنت حابب. علاش علاش مهرج بالذات؟ حبيتها، حبيت المهنة تاع المهرج. طيب وكي بديت كبر قلت لداركم أنا راني حاب نكون مهرج، واش قالوا لك؟ ما كوراجوني، شجعوك؟ شجعوني. يعني عادة بالك الأهل ما يشجعوش وليدهم باش يمتهن مهنة ممثلة؟ لا لا بالعكس، شجعوني وهما اللي كوراجوني وشريت لبسة، شريت شعر، شريت. شحال كان في عمرك وقتها؟ 2011. يعني مؤخرا. ما كملتش قرايتك وليد؟ لا ما كملتش قرايتك. نشوف قبل ما نكمل نحكي معاك على التفاصيل تاع نظرة المجتمع، فريق الإعداد قالوا لي أنهم جاوا لعندك وخدموا معاك. ما خبرونيش، ما قالوا ليش، وجاوا لعندك وصوروا معاك مع العائلة تاعك. مع العائلة ولا؟ طيب بما أنك تقول أنه العائلة تاعك متقبلتك، نحب أنا نشوف الرأي تاع الأهل تاعك وكيفاش حتى تقبلوا أن وليدهم يكون كلون. يلا نشوفوا هذا التقرير ونعودوا نرجعوا. السلام عليكم، انا اسمي وليد وعيطوا لي مومو، عندي 16 سنه، بديت الخدمه في 2011، نحبها، حبيتها. السلام عليكم. السلام عليكم. انا كاين، انا خرجوا لي قالوا لي وليدك مهبول، قلت لهم خلوه مهبول، خليه صافي على الخدمه هذه، الخدمه هذه قلت لهم خلوه مهبول لروحه، ما كاش اللي راه عايش فيه. تسمع هضاري هذو بصح، ماشي اللي يجي عندك يقول لك، باسكو على بالو بلي انا خو ما يقدرش يقول لك يا ودي فوالا، زعما ني داك صح نكون مع فتي بازا ولا يكون يدير في الكلون تاعو، ف الناس مدورين به اللي يكونوا قدامي، صح واحد يقول لك هذا ماهوش نورمال راه شارب كاش حاجه. كاين كما كنت نخدم في تي بازا في البور، كاين اللي يطير عليك، يطير عليا بلا تاي سخون، كاين اللي يسبك، كاين اللي كاين شي صوالح بزاف، كاين يقول لك كبير برك ما دير في السليمات، واحد يقول لك ما قلتكش الواحد ضحكنا، كاين اللي كل واحد يقول. انا ندير واش نحب، انا ما نديرش على الناس، اللي شجعني يرحم والديه واللي ما شجعنيش يرحم والديه. نسي ندير الكوراج روحي، وكاين ماليا مسنديني، كاين نشكر بزاف كيف كاين الزوجه تاعي اللي تكوراجيني، هي تعطيني الاخرين بزاف ليدي. والله قلت له تبعها وعلى ربي، قلت له يعني قلت له ما عرف كيف تهدر وطيع على الناس الكبير والصغير، وعرف كيف تخدم بيحبوك الناس. تخيق القوك كان كلام بزاف يضروك، تسيبي روحك خلاص، تديري ذا خدمة باش تخدمي بيها وما نطبش نفرح الناس باش نضحكهم، أما تسيبي الناس يجرحوك ويشتموك وكاش ما يوقفش معك. وكان اللي يجي بالعكس، يجي يقولي باين بلي تحب خدمتك، قالي كوراجوني الله يبارك يا الارتيست، انا جو على جالك، قالي عائلات كانوا يجوا عندي سبيسيال، يجوا عندي شجعوه ونقولوا لا 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 زيد باش يزيد يوعي الناس ويوعي التلاميذ، ودي لهم البسمة ودي لهم في هذه فنة نبيلة. يفعلنا يتمسخر معانا يقجر إلى هنا، نجي عنده نقول له يرسم لي خطرات كي ما يكونوش عندي درام، يقول لي نرسم لك نغمال بعد بزاف، أنا نجي دايما عنده.
انا راح نعيط لك مومو مش والد مومو. طيب مومو، اول مره نشوفه زارع البسمه حزين، هذه نظن اول مره. وثاني يعني كيما اليوم اول مره نشوفه كياس في بلاطو تلفزيوني، حتى الكلون نظن اول مره نشوفه كلون في بلاطو تلفزيوني ما يقومش بالعمل تاعه وانما يحكي على حياته. وهذا هو الهدف من برنامج ناس وحكايات، انه الناس اللي يجوا هنا يكونوا ناس ربما اللي لم تتاح لهم الفرصه باش يتكلموا على حياتهم، لانه ربما القصص تاعهم فيها كثير من الحزن ولكن الكثير من الامل ايضا. احنا اليوم في هذا البلاطو ما جيناش باش نبكي وما جيناش باش نحزنوا، جينا باش نحكيوا وننقضوا بعض السلوكيات الغالطه والاحكام المسبقه اللي عندنا احنا كافراد لهذا المجتمع. طيب مومو، قلت في الفيتيار شفناك قلت انه كاين بعض الكلام الجارح اللي تسمعه، كاين بعض النظرات اللي تقيسك، نحبوا تحكي لنا على هذا الشيء. ايه كي نكون نخدم كنا نخدم في تيبازا في البور في الصيف، كاين اللي جو سبيسيال على جالك، جو سبيسيال باش يجرحوك باش ما تخدمش، يقول لك كيف هذا جا من التالي وعنده بيبليك وغاشي وجو على جالو، تكون وصلت ضربوني بلا تاي سخون في ظهري، وصلوا كاين اللي سرقوا لي بوست، كاين شي صوالح بزاف يسبوني، كي تخلص الخدمة يضربوني يقولك ما زدتش تجي هنا، شي صوالح بزاف. علاش يضربوك ويسبوك ويقولك ما تجيش هنا؟ شكون هما هذا الناس؟ شكون هذا الناس؟ ما عملتي بازا. وفي كل مرة تتكرر معك هذه السلوكيات ولا؟ في البداية. في البداية. في البداية. بعد خلاص وليت معروف فما. طيب يعني أنت يا فنان راك تمارس في الفن تاعك وتزرع البسمة عند الأطفال وحتى عند الكبار. طيب علاش الناس تنظر لك نظره دونيه؟ والله ما كاين، كنا نخدموا في من 5 تاع العشيه ل 9 تاع الليل مهرج نديسيني للذراري وكا، ومن بعد كان نخدموا من 11 لاخر نخدموا مسرح انا وصحابي زوج، نخدموا مسرح مع الكبار اللي كيما شافك فما يحملوكش كاين لي غيرها ما نعرف واش يقولوا لك. نحبوا نسمعوا اليوم مومو، نحبوا نسمعوا الكلمات اللي راهم يقولوهم لك. كاين اللي يقول لك كبير، كاين اللي يقول لك دير في سليمات، كاين اللي يقول لك ما قلتلكش ضحكنا، كاين كل واحد شيء جاي، كاين حتى يسبوك، كاين يكونوا نشطحوا كاع يدخل يطير عليك بالو لداخل، كاين اللي المهم ما يخليكش ما تكونش براحتك. يعني احنا حتى كي الواحد يحب يعاير واحد في مجتمعنا يقول له بركه ما تجي حرك داير كلون. احنا عندنا هذا السلوك. لا قلنا راك كبير راك بركه ما دير في سليمات روح. كيفاش يكون احساسك في هذيك اللحظه مو المهنه اللي انت الفن اللي حبيته واللي امتهنته هو فن راقي، وبالعكس يقول لك انه باش تكون مهرج هو يعني درجه عاليه جدا من احترافيه في فن المسرح والتمثيل باش انك تقدر تكون مهرج، لانه سهل انك تبكي الناس بصح صعيب انك تضحكهم. ضحكهم راك معايا انت كي تشوف هذه المهنه والهوايه اللي انت حبيتها تشوف انه الناس ما قدروش هذا الشيء بالعكس يحتقروك، كيفاش يكون احساسك؟ واعلى انا هذه موهبه من عند ربي ما قريتش عليها ولا وما بعد شيء هذا كامل ما خممتش يعني جديا انك تحبس هذا الشيء. كوراجي تروحي والزوجه تاعي كوراجيني ولازم ما عنديش خدمه واحده اخرى. علاش ما تروحش اللي لازم نخدم باش نوكل ولادي ليك وشلح لي بلا اخرى وتوكل ولادك. علاش قعدت متمسك بهذا الهوايه؟ حبيتها نحبها خيرت هذه المهنه حبيتها. طيب سمعتك قلت مرتي وولادي وكنا شفنا ولادك هذوك شفناهم ولادي الزوجة تاعك ما كانش عندها مشكل لأنه راجلها كلون عادي؟ بالعكس هي تكوراجيني تعطيني ليدي تعطيني صوالح. ما طبعا
نقدموا تحية كبيرة لكل زوجة راضية بالعمل تاع زوجها، وبالعكس تقدم له المساعدة ومقتنعة باللي هذا الشيء ربي اللي عطاه له، ومقتنعة بالرغبة تاع راجلها أنه يمتهن هذا الهواية. تحية كبيرة لزوجة مومو ولزوجة عمي حسن وحتى لزوجة سي عبد القادر ولزوجة أيضا وحيد. طيب أستاذ، أنا نرجع لعندك أستاذنا، نشوفه أنه حتى الفنان اللي راه يزرع اليوم البسمة في وجوه الأطفال في وجوه حتى الكبار، نشوفه أنه يتعرض لنظرة احتقار، رغم أنه كامل مدى بينا ندي أولادنا المسرح ولا القاعة عرض باش وليدنا يشوف الكلون يلعب ويضحك معاه، ومن بعد نحتقره هذاك الإنسان ونظره له بنظرة دونية. كيفاش نقدروا نفسروا هذا الشيء؟ وفي الحقيقه بالنسبه للمومو، انه لما يقولوا واحد راك داير في السينما، فار دو سينما سني با دونا تو الموند، باش واحد يدير سينما سني با دونا تو الموند. علاه؟ باسكو السينما هو بابليك اكتين، يعني هو الامر اللي يقوم به ماشي يقوم به ما عنده، او يقوم به هو كانه يعني يمثل مجتمع، يمثل فئات من المجتمع. ونزيد لك نأكد لك على واحد المعلومة ممكن أول مرة اللي يسمعوها الناس إلى آخر، أو ممكن سمعتوها وما رديتوش بالكم ليها، أن المدارس الابتدائية في أوروبا ساعات النشاطات الترفيهية في هذه المدارس الابتدائية تفوق ساعات النشاطات العلمية والتعليمية. لماذا؟ لأن رأوا في هذه المسألة استمرارية للتعليم الأطفال. سيبوسادوك هناك عدة مدارس في أوروبا، مدارس ابتدائية، يعني هناك وكأنه جدال وقتاش يدخل الطفل صغير، أي سنة، في عمره 6 سنين، في عمره 7 سنين، في عمره، هو كان اللي يقوله في عمره 8 سنين. الآن باش تكفر، باش يغطوا المسألة هذه، واش داروا؟ قال أنه يدخل في سن مبكرة اللي هي 6 سنوات، ولكن النشاطات الترفيهية اللي تكون أكثر من النشاطات التعليمية أو العلمية. وإضافة إلى ذلك، أنه بالنسبة لعمل المهرج حاليا أو عدة أعمال قد انقرضت، الناس تقول راك كبير، ولكن هذه الأمور هذه يديروها الكبار يديروها للصغار. لماذا؟ لأن هذه المسألة الكبير جاز على أمور تاع الصغار، على بالو لي بوين، يعني لي بوين اللي يخلوا الطفل الصغير يضحك، وعلى بالو لي بوين اللي يخلوا الطفل الصغير ما يضحكش ولا يبكي الى اخره. فالانسان الكبير هو اعلم، اللي ميو بلاسي سافوار. فكل هذا بالنسبه للمجتمع الجزائري اصبح ليس لديه قيمه. سي بو صحنا دائما نعاودوا نقولوا لانقرض. انا نعطيك مثال، والله غير كان واحد المثال حي على الطاكسي، في يعني انا نسالك انت ونسال الضيوف ونسال كامل الناس اللي يتشاهد، نقول هل مره من المرات رايت شوفور تاع تاكسي يعني خرج سائق سياره، خرج وحل الباب للكليون قال له ادخل كيما يديروا في انجلترا او في السويد او في، حتى احنا في الفيسبوك مثلا داروا تصويره قال لي الا شفت واحد حل، الا شفت سائق سياره حل الباب للراجل ولا المرأة عرف باللي يا إما باباه يا إما يمه. صح، يعني هنا دي يعني نقطة مهمة أستاذ. هذا مثال عندنا، هذيك أنه إحنا نحتقروا المهنة ما نحبوش نخدموها. نشوفوا أصلا، روحوا لبعض الدول إن كانت الأوروبية ولا حتى العربية، كي تروح كسائح تلقى بعض المهن البسيطة جدا اللي غير موجودة عندنا، غير موجودة عندنا، لأنه ما حسوا أنه كل مهنة تحترم. لكن احنا عندنا بعض المهن اصلا كما قلت اندثرت، لانه احنا نعتبروها مهن اللي هي يعني مهن دنيئه، ما نقدروش نخدموها. انا استاذ دوك نرجع لك، ولكن حبيت نزيد ونسمعوا اكثر للحالات الموجودين معنا، حبيت نسمع اكثر لعمي حسن لانه مازال ما عطيناش حقه في الكلام، وعلى بالنا باللي عنده بزاف واش يحكي لنا. عمي حسن اليوم راك معنا هنا في البلاطو باش نوجهوا رسالة للناس ونحاولوا هكذا نفطنوهم على تعاملاتهم معنا. أولا، هل الناس تقول لك عمي حسن عامل نظافة ولا عمي حسن الزبال؟ بصراحة نقول لك لا فيريتي، صح الدراري الصغار يقول لك الزبال، مي الكبار دركوا باسكو عملت
خدمت كعامل نظافة، بعد شفت عام خدمة نتاعي خلقت فيا حوايج يعني ما تصورهاش بالك واحد لو كان نحكي له. كي شفت الخدمة نتاعي حقروها كاع الناس، لازم نخلق روحي حوايج يحترموني. حاجة الأولى في الخدمة نتاعي كي دخلت شفت واش المناج قاعد داخل البلدية، لقيتهم باللي الأغلبية نتاعهم النيفو نتاعي خير منهم، ما نهضروش على المسؤولين. المسؤولين حاجة الأولى اللي خلقتها في البلدية درت نقابة. النقابة هذيك طلعت لي في الشن نتاعي في داخل البلدية، ويعني رئيس البلدية نشكره في هذاك الوقت، وعنده نائب نتاعو هما اللي وعدتهم باللي نكون احسن خدام في البلديه، المهم ندي الخدمه هذيك. وعدتهم باللي نكون سينو ميور واش في الخدمه نتاع يبا، وفيت بوعدي انا في البلديه. في البلديه حتى الان يعني رئيس البلديه الله يذكره بالخير واسمه هلال احمد، نهار يكون عنده مشكل يجيو الشعب يشكيو بلي على الاماكن في برا مسخه، سوا يدير في باله بلي حسن مريض ولا ما كاش كونجي، ولا يرفض التليفون اللي نخدم به انا وياه ديرك، يخدم يعيط لي يقول لي واش كاينه احسن علاش هكذا، نوضح له واش نقول له المشكل اللي كاين بلي ما نقدرلوش. طيب الما دي باسي وضع عمي حسن، تحس بلي الناس كلمه زبال هل هي دائما تعكس تحس باللي انه هاد الناس يحتقروا هاد المهنه، ولا انه تسميه مشات معانا هكذا مع التربيه تاعنا؟ يعني بالك والدينا بالك، لانه يلا نكونوا صريحين، تقريبا 80% منا احنا كمجتمع عامل نظافه نسميوها زبال، نكونوا واقعيين. صح صح. ولكن ربما ماشي هذا 80% كامل، ماشي كامل ينظروا باحتقار ولا يقولوا هذه الكلمه انطلاقا من احتقارهم للمهنه. بالك احنا كي كبرنا كشباب لقينا والدينا يقولوا هذه الكلمه، وبالك هما ايضا ماشي من باب احتقارهم للمهنه، ولكن ربما كان خطا ومشى معنا. ولكن بالك الحق الوقت اللي نحاولوا على الاقل، يلا احنا الجيل اللي راهو جاي اولادنا نفهمهم باللي هذا ماشي زبال، هذا عامل نظافه. الطفل يتعلم على كل شيء، يعني كما يقدر يتعلم اللغه والمصطلحات والحركات والاخلاق يقدر. ولا راني غلط استاذ ياك؟ راني تمام، راني سواسوا صح. نقدر نعلم اولادنا باللي كلمه زبال غير مقبوله، وباللي هذا عامل نظافه. هل استاذ فعلا مجتمع ككل يسمي عامل النظافه عامل نظافه؟ يا جرات العاده هذه في اللسان الجزائري طبعا. انا ما ملو كان توري لي الفيديو تقولي نقولك 70% كلهم لا يقصد انه يسميه زبال، ولكن جرت العاده. مؤخرا بدات يعني بعض يعني العائلات وبعض الاسر تعلم ابنائها تقول ان لازم تقولوا عامل النظافه، ولا تقولوا حنا يقولوا نظاف. انا يعني بعض الابناء اللي نعرفهم يعني سواء كان ابنائي سواء كان ابناء الحي هكذا دري صغار الان يقولوا نظاف، ولكن بالنسبه لسن معين كامل لي جون مثلا يعني تقول 29 سنه 30 سنه الى غايه يعني حتى 35 سنه يعني الكثير منهم، ولكن دون قصد، كان لي دون قصد جرت على اللسان على الألسنة أنه يقول زبال معناه إنسان اللي يرفع القمامات إلى آخره. ولكن الأمر اللي لابد أن ينتبه إليه هؤلاء الناس أو هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأفراد أن هذه تتعلق بمهنة لو تنقرض لا قدر الله، لو تنقرض معناه لو كان أي شخص تقول له تعمل كعامل نظافة يقول لك ما نعملش، ماذا يكون مصير شوارعنا؟ شوارع سواء كانت العاصمة أو ضواحيها أو كل الجزائر، لو كان مثلا عامل نظافة بلدية وصرات كم من مرة بلدية تقوم بإضراب، عامل نظافة يقومون بإضراب، تعود يعني ترجع أو ترجع الأحياء حياة تلك البلدية لا يمكن لك أن تسير فيها، ولا يمكن لك حتى أنك تفتح النوافذ، فما بالك اذا انقرض هذا العمل؟ الا يعني هذا العمل لا يعني انه انسان ما عندوش مستوى يروح، هناك ناس بمستوى وراحوا عملوا الى اخره. نعطيكم مثال، وهذه ماشي مثال يحكيها لي واحد ولا يعني
هذا المثال وقع في يعني في مدينه حي من مدينه من المدن المدن الاوروبيه هي لندن. اعلم ان في لندن عامل النظافه اجره يعادل 3 مرات عامل في مؤسسه خاصه او عامه، يعادل 3 مرات معناه 3 فوا لو بري الويجز تاعو مع الاجر تاعو 3 مرات على الشخص الذي يعمل كعامل اناجون ادمنستراتيف سواء كان اداري او غير اداري في مؤسسه معينه. لماذا؟ السؤال اللي مطروح دائما لماذا؟ مثل مثلا الاستاذ في بلد اوروبي في بلدان اوروبيه او حتى في اسيا الى اخره عنده الاخلاص تاعو عالي، لماذا؟ احنا نسبق شحال الراتب تاع عامل النظافه؟ اقل من 22,000. اقل من 2,200,000. اقل من 2. وساعات العمل في اليوم شحال؟ تقدر تخدم حتى 5 سوايع يعني نفس ما بدون توقف. بدون توقف. احنا استاذ نشوفوا ان كان عامل النظافه في الجزائر اسمه زبال ويخلص 2,200,000، في الصين اسمه مهندس صحي ولازم يكون عنده ديبلوم باش يخدم هذه الخدمه والناس كامل تحييه. فشوف الفرق بين مجتمع يعامل عامل نظافه على انه زبال ومجتمع يسميه مهندس صحي، فرق كبير بين هذا الزوج أستاذ. ونرجع لك عمي حسن، نرجع نكمل معك عمي حسن. اليوم حبك اليوم تحكي لنا على حياتك اليومية، السلوكيات الغير مقبولة اللي تلقاها كي تكون تمارس في العمل تاعك، حبك تحكي لنا باش الناس يسمعوا وبالك ربما يفطنوا شوية مع روحهم. في الخدمة، في الخدمة تشوف حوايج مالغري ما تسمعهاش، مش تشوفهم هكذا. أنت تخدم بار اكزومبل مالغري يعدي يجوز واحد يقفل نيفو كونكوا زعما يريح الحال. كاينين حوايج تخدم من بعد يطيشوا لك الساشي من بعيد، سا ديبون يجيك من الباتيمون، سا ديبون منين. المهم سوا تخدم وتزيد تعس روحك، سينو يقيسوك بالحوايج يطيشوهم من الباتيمون. كاينين تلقى حوايج نورمالمون كيما لي كوميرسون لي بوشي، سورتو لي بوشي العظم هذاك والشحم هذاك تلقاه برك مفرغ هكذاك. كاينين حوايج يغيظوك صح مالغري. وليت انا باش نفرض روحي راني نهضر ليهم مع البلد ديالي يعني يبعثوا لهم. المهم الحومه اللي كنت فيها وليت انا نوعي في الناس مالغري الخدمه تاعي هكذاك. وليت انا نوعي في الناس حتى وليت انا نخترع في حوايج. درت جمعيه خيريه باش ما يعني درت حوايج من الخدمه. شنو الجمعيه خيريه؟ احكي لنا واش كدير في الجمعيه. جمعيه خيريه سواء ندير تنظيف في الشوارع، ندير حملات تنظيف، ولا نعاون في في في, في الناس اللي المرضى. حكيت حكايه بلي في الخدمه كي الناس يشوفوك بالكومبيليزو، يشوفوني بالكومبيليزو ماشي هذا المعامله اللي هذاك اللي شافوه بالكومبيليزو. وكي نوصل للدار نح الكومبيليزو ندوش ونرفد كارطاب، سواء نروح للبيرو للجمعيه ولا نروح للنقابه. صرت لي خطره واحد تلاقاني بالكارطاب وتلاقاني بيان قال لي ارواح نوصيك برك الخوك هذاك اللي يخدم زبال، قول له يسمح لي صباح هذاك ظلمته، انا هو اللي الزبال وانا هو اللي كنت بالكارطاب هكذا. يعني تشوف المعامله تاع الغاشي بالنظره تاعهم دقيقه ما بيناتناش ساعتين باش يطلب السماح من خويا، واخوها هذاك انا هو. فهمت يعني كيفاش؟ يعني نظره، قصدك نظره الناس تمشي على حساب المظهر. على حساب المظهر ايوه. هذا امر مؤسف. وحنا كنا نزلنا للشارع معكم وشفنا النشاطات اللي تقوم بهم عمي حسن، وباش ننقلوا اكثر المعاناه تاع عمال النظافه وايضا النشاطات اللي تقوموا بها انتم راح نشوفوها في هذا التقرير ونعاود نرجع. حسن يحيوي من بلدية الأصنام، عامل مهني كعاون النظافة. الخدمة نبدأها 5 نتاع الصباح، نخدم برا في الأصنام نتوايو نجمعو
لي ديشي، لي ديشي ميناجير. نخدمو حتى 8 ونص 9 شاك جور، برسك 4 سوايع من 5 حتى 9. المشروع نتاعي لي فراسية على الخدمة، حبيت ننحى كلمة هذيك الزبالة. بزاف حوايج ماشي حاجة، واشنو نرجعوا رواحتينا كي ما سمعناش، حنا نخدموا خدمتنا ونروحوا، ما عندي حتى حشمة فيها، كل افتخار راني نخدم. الخدمة تاع لاسوسياسيون، حنا لاسوسياسيون من 2016 لو 18 اوت 2016. الحاجة الأولى اللي كنا نخدمها ننظموا حملات تنظيفية، وزعنا قفة رمضان، وزعنا بلوس دو 130 قفة رمضان. قفة نقول لك باللي قفة روعة، ماشي يعني من المحسنين، كل واحد واش يقدر يعطي لنا. كن حسن عن طريق الجمعية تاعو قدر يثبت روحه في المجتمع، وحتى الناس ولاو يحترموه ولاو حتى يشاوروه في مختلف القضايا. الدور نتاعو يتعامل معنا كأخ، كأخ كبير، ونقدر نقول كأب مش كأخ. اسم العمل تاعو عمل هو ثاني، كان يخدم الخير بلا الجمعية، كان يخدم الخير من ماله الخاص. مع الجمعية ومع الخدامين اللي عاونوني كامل، حبيت ندير تحسيس باش هذه تاع كلمة الزبال تروح كاع من لسان العرش. تحية كبيرة طبعا للعمي حسن والكامل الجماعة اللي معاه واللي متقبلين المهن تاعهم، راهم بالعكس يحاولوا يوعيوا الناس، وخاصة في هذه المهنة اللي هي مهمة جدا، لأنه نظافة المحيط ونظافة شوارعنا تعني تحضرنا احنا كمجتمع. حاب نسألكم انا عمي حسن وباحي ومومو ووحيد، عمي حسن نبدا معك، هل الزوجة تاعك متقبلة المهنة تاعك وما عندهاش مشكل؟ ما عندهاش حتى اي اشكال. ما عندها حتى اشكال. باحي قلت لي متقبلة ما عندهاش مشكل. مومو كيف كيف؟ كيف كيف؟ قلت لهم نخدم كلون. كلون. وما كانش عندهم مشكل. طيب ممتاز. وحيد كيف كيف؟ نحييها. نحييها. طيب تحية كبيرة لزوجاتكم. وإحنا نزلنا للشارع سألنا نساء تلاقيناهم في الشارع هل تقبلين الزواج بشخص المهنة تاعه بسيطة، وكانت الأجوبة كالتالي. يلا. فندق ميناج نورمال نتزوج بها، علاش عيب؟ ماشي عيب، نورمال. المهم تكون مرا صالحه بنت فاميليا وهذا مكان. صراحه تولي لي اسمع انا نورمال، مهمونيش المجتمع ولا ليسونسييل، نكون انا مرتاحه معاه وهذا مكان. كاين وكاين، ماشي كاع كيف كيف. فندق ميناج خدمه مشرفه نورمال، ماهيش تسرق ولا راه يدير حاجه عيانه. صراحه نو امبوسيبل، ماشي ما يرجعش ليا راي تاني، يرجع تاني لا فامي الوالدي نيتو. قالك ما يتزوجوا حتى يتشابهوا، جاب لي ربي. تدي وحده على حسب المستوى تاعها خير باش يقدروا يتوافقوا في هذه الحياه. وراه المشكل على فوند ميراج، ماشي مرا نورمال، عادي نورمال. واش كتب لك ربي؟ تديك حلوش، تديك حلوش بالاخر نورمال. انا ما عنديش بروبليم، كل واحد كيف يخمم. وي علاش لا ليسونسيال يكون متقف وخدام ومحترم بيان سور. صافي بليزير، يحبوا كاع الناس. بالعكس انا اعتبرها امراه شريفه ومهنتها شريفه كذلك،
انت كي حتتزوج بمرأة كانت تخدم فون دو ميناج اعرف بلي انت دارك راح تكون نقية ما شاء الله، مام المرأة هذيك تكون نقية. جو بريفير وي اذا لقيتو كشكلونا علاش لا لا، المهم يكون وليد فاميليا ويكون يقدر الزوجة تاعو تانيك وهذا معكم كل شيء بالمكتوب. ما نكذبش عليك ولا كتب لي ربي نزوج فون دو ميناج وتكون لاباس بها علىها، بصح ما شكيتش كل شيء بالمكتوب. نقبل نورمال علاه وراه البروبليم. اه معليش لي سونسي يكون يحبني. عجبكم ها؟ عجبكم السونور الاخر على بالي كاع عجبكم. قالت كلام صواب صح ولا لا لا؟ هيا يلا معليش ممتاز. طيب احنا باش نقدروا نختموا عدد اليوم نحب كل واحد فيكم يعطينا كلمه اخيره. عمي حسن خليك انت الاخر، عمي حسن خليك انت الاخر. صبرنا نبداو بعبد القادر. عبد القادر نحبك اليوم من تلقى من الشيء اللي شفته اللي حكاه عمي حسن اللي حكاه مومو اللي حكاه وحيد من نظره الناس شويه اللي راهي وكلامهم اللي يجرحهم. وش تقول لهاد الناس اللي يتعاملوا مع عامل النظافه بهذا الشكل ولا مع الكلون بهذا الشكل ولا مع الحمال بهذا الشكل؟ هذوما لازم ما يدخلوش في سوقهم، لازم يكون قلبهم كبير، ما يدخلوش في سوقهم. خاص يكون يدير راسه في راسه يولي في مشكل كبير. إنسان ظلم لي وسمعتها قال حسبي الله ونعم الوكيل وصاحبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يتوكل بي. شكرا عبد القادر يعطيك الصحة وإن شاء الله تقعد دائما في المهنة تاعك اللي راهي قريب تنقرض. وإذا حبيت تفتح المشروع تاعك شوف احنا نوفروا لك الدعاية الإعلامية. في ديك الخدمة أنا قلبي بحر قاعد الناس تعوم فيه. يا خويا ربي يوفقك إن شاء الله في الخدمة اللي أنت مقتنع بها، المهم تكون دير حاجة اللي أنت حابها ومقتنع بها. ومهنة شريفة خير، مهنة شريفة بسيطة خير من أنك تروح في طريق واحد أخرى ويكون مكسب غير شرعي. هكذا عبد القادر ربي يحفظك. وحيد تفضل يا وحيد، قول وش حبيت وش قعد في قلبك قول. وش ما قدرتش نهضر على بالك. على ما قدرتش تهضر يا وحيد؟ بو انا نشكر بزاف الزوجه تاعي باسكو هي اللي وقفت معايا في المحنه هذه اللي جازت عليا، الله يعطيها الصحه فريمو. والناس هادو ما اللي يشوفوا هاد يشوفونا بهاد الخزره تاع احتقار قولوا ربي يهديهم ان شاء الله، ربي يهديهم كيما انت كيما انا. بالك لو كان ماشي انا انت ما تلحقلكش انت البطاطا للدار لو كان ما نحملهاش انا بالشريطه، لو كان ما نحملش انا السلعه ما تخرجش من لونغار، ما تخرج السلعه انت ما تاكلش في الدار. تسمى هذا بهذا تسمى قولوا ربي يهديهم ان شاء الله وان شاء الله هذا ما كان. نشوف دمع راهي في عينك يا وحيد، نشوف دمع راهي في عينك. علاش راك تبكي وحيد؟ علاش راك تبكي يا وحيد؟ ان شاء الله ربي يفرج علينا بكاش خدمه مليحه و خدمه لي انسان يقدر يخدمها. طلب كيما نقولوا من الدوله، انا دفعت سيفيات في الريستيه ان شاء الله بالك ربي يدير لي طريق. يا لو كان روسيفر معليش ان شاء الله. حنا نتمنوا الناس اللي راهم يسمعوا فينا دوكا واللي قادرين يعاونوا وحيد اليوم، هو ماهوش يحشم بالخدمه تاعو ولكن عنده وضع صحي خاص داير عمليه ما يقدرش يرفد ثقيل. نتمنوا انه على الاقل يحاولوا يساعدوه يوفروا له خدمه ولو كانت بسيطه، هو ما عندوش مشكل. قبل ما نختم معك وحيد قول لي لو كان غدوه وليدك يكبر وانت ما زالك تخدم هذه الخدمه ويقول لك يا بابا علاش تخدم هذه الخدمه، واش تقول له؟ نقول له يا وليدي خير ما تشوف، خير ما تولي تجي لي بالوار الحبس، وخير ما تولي تشوفني سراق برا، وخير ملي يقولوا باباك سراق ولا سكرتي. وهذا الكلام اللي قالوا وحيد، نتمنى كل اب ولا كل ام تقدر عليها انه تكون مهنتها اللي تخدمها مهنه بسيطه تقولها ويقولها لاولاده باش ربما يتفهموا الظرف تاعو. مو تفضل.
قلنا كلمة أخيرة، وش تقول الناس اللي ضربوك، اللي رموا عليك لا تيسخون، اللي سبوك، اللي سرقوا لك دوزانك، وش تقول لهم؟ ربي يهديهم، وهذا الخدمة وعلى بزاف، ماشي أي واحد رواحه لبسها لبس هذه وخدم وخدمت خاتش برا قدام بيبليكا، ماشي قال محمي ولا، وربي يهديهم. ونشكر الزوجة تاعي بزاف هي اللي معاونتني بزاف بزاف. تحية كبيرة للزوجة تاعك، وحنا نقول لك شوف ما تستسلمش، وما تخليش هاد الناس على قلتهم، أنا متأكد ما لازمش يكون هذا سلوك مجتمع، لأنه المجتمع الجزائري لازم يكون أرقى من هكذا، ما تخليهمش يأثروا عليك ويخلوك تبعد على الحاجة اللي انت حابها، بالعكس كمل واعطي دروس للناس في المقاومة، حتى المجتمع يتوصل مرحلة يفهم فيها أنه الإنسان اللي يمتهن مهنة بسيطة هو تاني إنسان عنده قلب وعنده روح من حقه يعيش في المجتمع، ولولا هذا المهن والأعمال المجتمع ما يكونش متناسق، ما يكونش متكامل. شكرا مومو. عمي حسن تفضل يا عمي حسن. وش نقول لك أنا، يشوفوا نظافة المحيط، يعني نهضر على أولادي وقبل ما يشوفوا باباهم يخدم عون النظافة ولا كما يقولوا بكلمة تاع زبال، يشوفوا يعني للشارع نظيف ويزيدوا يشوفوا يعني واش هذه العمل هذاك اللي واش خلق فيه أنا من طاقات واحد أخرين، باش حتى نقولوا بلي نظافة الشارع يعني من المحيط كي يكون نظيف، يعني حتى العباد اللي ساكنين فيهم يعني حضارة، وتقول تقدر تقول يعني أخلاق. أنا نقول النظافة هي أخلاق، يعني ماكش نادم أبداً أنك اخترت هذه الخدمة. لا اليوم اليوم أنا نحس باللي عندك القدرة أنك تخدم خدمة واحدة أخرى، ومع ذلك ما زالك متمسك في الخدمة تاعك. صح صح، عندي القدرات باش نخدم خدمة واحدة أخرى، مي ما زال متمسك بها باسكو الوقت ساعدني، الوقت اللي راني نخدم فيها أنا. شكراً عمي حسن، بارك الله فيك، وحنا نتمنى لك أيضاً التوفيق. أستاذ اليوم أنا نحب الخلاصة تكون من عندك أستاذ، لأنه اليوم باش المجتمع تاعنا يوصل للمرحلة أنه يتقبل ويفهم أنه المهن الكبيرة واللي نسموها مهن معقدة والمهن البسيطة هي تكامل فيما بيناتهم، كيفاش نوصلوا هذه الرسالة للمجتمع أنه اليوم ما نقدروش نعيشوا بلا بعض المهن البسيطة؟ الحمال دور أساسي، العامل النظافة دوره أساسي، الفنان لازم يكون في المجتمع كامل، الفئات اللي موجودة معنا اليوم واللي مش موجودة معنا وعاملة النظافة وغيرهم وغيرهم، هذه المهن ما نقدروش نستغنوا عليها ولازم ناس يخدموها، هذه الطبيعة البشرية ما يقدرش يكون فراغ، كاين مهن كبيرة لازم ناس تخدمها ومهن بسيطة لازم ناس تخدمها، دوكا شكون يخدم هذه وشكون يخدم هذه، تتحكم فيها الظروف والإمكانيات تاع الإنسان والإمكانيات المادية والمحيط والعائلة إلى غيره. كيفاش اليوم نقدروا نوجهوا رسالة للمجتمع أستاذ باش يفهموا أنه هذا الأمر طبيعي جدا، وبالعكس لازم يتقبلوا هذه المهن ويتعاملوا مع أصحابها معاملة عادية جدا، وما يحكموش على الناس انطلاقا من المظهر ولا من المهنة اللي راهم يمتهنوها؟ في الحقيقة لا نعرف أن المجتمع هو مثل عقارب الساعة، المجتمع هو عبارة عن ميكانيزم، فمثل الساعة لما يكون هناك ميكانيزم الساعة لابد أن يدور وفق اتجاه معين، فإذا انعكس الاتجاه توقفت الساعة، فقيمة المجتمع هي في قيمة المهن الموجودة في المجتمع. لما يقول حتى واحد أنه الجزائري يفوند الويمام على باله باللي عامل النظافة عنده قيمته الكبيرة في المجتمع، المورج عنده قيمته، الحمال عنده قيمته إلى آخره، كل أعمال عندها قيمة، لكن أنك ما تعطيش قيمة لابد أن تدري أمر مهم جدا، وهو لما ما تعطيش قيمة لعمل مهنة في مجتمع معنى أنت لم تعطي القيمة للمجتمع بأكمله، لأن المجتمع لا يستقيم إلا بفضل أو بأمرين اثنين، أنه يحفز أو يعاقب، يا يعني إما يكون تحفيز يا إما يكون عقوب. واضح 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 أستاذ، يعطيك صحة وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لوجودكم معنا اليوم.
أنا نضم صوتي لصوت الأستاذ ونقول أنه إذا حبينا نكونوا مجتمع متحضر لازم نتعلموا كيفاش نتقبلوا الآخر ونتقبلوا بعضنا مهما كان المستوى التعليمي للفرد ومهما كانت المهنة تاعه، ونتعاملوا معه على أساس أنه فرد في المجتمع. كي نكونوا متكاملين نقدر نوصلوا لمجتمع متحضر ومجتمع نقدر نرقوا به للأمام. نتمنى أنه اليوم إحنا يلا الجيل الصاعد نربوا أولادنا أنهم يقدروا المهنة ويحترموا الوظيفة مهما كانت بسيطة، لأنه البسيط مع المعقد والكبير يحدث هذاك التكامل اللي إحنا نحوسوه. عمي حسن عامل نظافة ماشي زبال، مومو فنان ما راهوش إنسان اللي يتمسخروا به، ووحيد ما راهوش يطلب، إنما إنسان اللي راه يقوم بمهنة شريفة، وعاملة النظافة أيضا إنسان راه تقوم بمهنة شريفة، وكل مهنة شريفة إحنا نحييو الناس اللي يعملوا هذيك المهن. نتمنى من اليوم نحاول نغيروا في السلوك تاعنا، وهذا هو الهدف من هذا العدد من الناس وحكايات. أنا نقول لكم إذا حبيتوا تواصلوا معنا ملاحظاتكم انتقاداتكم نصائحكم لنا كامل مرحب بها عبر هذا الرقم اللي راهو يمر أسفل الشاشة، وأيضا عبر صفحتنا على موقع الفيسبوك، وأيضا تقدروا تبعتونا في هذا الإيميل تاني اللي راكم تشوفوا فيه. ناس وحكايات ينتهي الآن. سلام. وحيد تك صحة، تا راجل ويزم ربي يفرج عليك ما تقلقش قاعدة.